بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفوا، بعد فلا زال الخير يتواصل بفضل الله تبارك وتعالى، وهكذا القرآن الكريم كما نقول ونكرر دائما تزول أمامه الصعاب وتيسر له وبه الأمور بإذن الله تبارك وتعالى. شرفنا فضيلة الشيخ محمد شريف نائب رئيس المكتب التنفيذي جزاه الله خيرا، يحدثنا هو بزكتنا إن شاء الله نتكلم، يحدثنا عن جوانب في الرؤية الإصلاحية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يقول ونسمع، اللهم أمين. فليتفضل المشكور. السلام عليكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة وصلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحقيقة توجد كثير جدا من التحديات وكثير من العقبات التي يحتاج الداعي الله سبحانه وتعالى أن يتجاوزها، وهذه التحديات والعقبات يحتاج الداعي إلى الله سبحانه وتعالى فيها إلى ما تسلح به الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فهم وعلم وعمل وبصيرة. والله سبحانه وتعالى حكى لنا عن أنبيائه وعن المرسلين، حكى لنا سبحانه وتعالى ما تسلح به، والقرآن اختصر لنا الكثير مما سار فيه الأنبياء والمرسلون، وجعله الله سبحانه وتعالى في كلمات قليلات ولكنها تدل على المقصود وتبين للإنسان حقيقة وطبيعة الطريق الذي يسير فيه إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل من أبرز ما جمع الله سبحانه وتعالى فيه الذي سار عليه الأنبياء والمرسلون هو قول الله سبحانه وتعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والمتأمل في الحقيقة في هذه الكلمات على الرغم من وجازاتها وعلى قلتها واختصارها، إلا مع التأمل تجد أن كل حرف، كل كلمة، فضلا عن عموم الجملة أو جزء من الآية، في الحقيقة هو يدل على كثير جدا من الأمور الهامة التي نحتاج إلى فهمها وإلى معرفتها وإلى كذلك أن نعمل بها. وغياب الفهم يؤدي إلى ضياع كثير من الجهود. نجد أن كثير جدا من الجهود قد تبذل، ولكن هذه الجهود حينما لا تنظم وحينما لا تنضبط وحينما لا تكون في ظل الشريعة تجد أن هذه الجهود تتبدد، وربما يخيب سعي كثير جدا من الناس بسبب أن سعيه بعيد عن هذه المظلة العظيمة وهي مظلة الكتاب والسنة. ولهذا من الأهمية بمكان إذا كنا نتحدث عن هدفنا في الحياة، وأن هدفنا في الحياة هو الإصلاح وأن نغير الواقع الذي نعيش فيه، إذا كان هذا هو هدفنا فلا يصح لحال الأحوال أن نسير نحو هذا الهدف إلا بالطريقة وفي الطريق الذي صار فيه الأنبياء والمرسلين. الله سبحانه وتعالى في هذا الجزء من الآية حكى عن نبي من أنبيائه عن شعيب صلى الله عليه وسلم، والأنبياء والمرسلون يسيرون في طريق واحد وكلهم يؤدون وظيفة واحدة وهي وظيفة الدعوة من الله سبحانه وتعالى وبيان الحق للخلق. فالله سبحانه وتعالى يبين بقوله عز وجل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أول شيء أخوانا لو انتبهنا إليه في هذا البيان هو قول الله سبحانه وتعالى: إن أريد، وده يدل في حقيقة الأمر على أن مبادئ الأشياء كلها هو الإرادة، إن الإنسان إذا أراد أو يعني إذا أراد فعل شيء ما بحسب ما يكون عنده من قوة الإرادة يستطيع أن ينجز المهمة المطلوبة. ولذلك مهم جدا إن كل واحد فينا يقف وقفة صادقة مع مفهوم الإرادة، وكذلك وقفة صادقة مع ما يوجد في قلبه من إرادة الخير. وهذا أمر في غاية الأهمية، لأنه بوجود الإرادة التي هي في الحقيقة فرع على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إرادة الخير هذا من الإيمان بالله عز وجل، وبالتالي الإرادة القوية لفعل الخير دليل على الإيمان القوي في قلب الإنسان، والإرادة الضعيفة
دليل على ضعف الإيمان كذلك في قلب الإنسان. وبالتالي هذا مقياس ومؤشر حقيقي لما يوجد في قلب الإنسان من معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو مؤشر ومقياس حقيقي لما يوجد عنده من الجد والاجتهاد والصدق في العمل مع الله سبحانه وتعالى، ومعنى الالتزام للقيام بمفهوم الواجب تجاه الدين وتحمل المسؤولية تجاه الأمة. وكل هذه المعاني هي في حقيقة مبعثها ومنطلقها الإرادة. ومعلوم أن الإنسان إن لم يرد فعل شيء مهما تمناه فإنه لن يصل إليه. والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم أن الأمور لا تقف عند حدود الأمان، إن كثير جدا من الناس يختلط الأمر عليه بين الأمنية وبين تحقيق الإرادة أو وجود الإرادة الفعلية في القلب، فيظن أنه مثلا حينما يتمنى تطبيق الشريعة الإسلامية، وحينما يتمنى أن يمكن لدين الله سبحانه وتعالى، وحينما يتمنى أن تكون أو أن تكون الظهور للإسلام، حينما يتمنى هذه الأماني أن هذا في حد ذاته يكفيه. وحقيقة الأمر أن هذه الأماني لا تكفي، وأن الإنسان إضافة إلى الأماني والخواطر الطيبة التي تتعلق بمعاني الخير لا بد أن يصحبها الكثير من هذه الإرادة حتى يصل الإنسان إلى ما يتمناه. ولهذا الإرادة شيء يزيد على مجرد الأماني التي توجد في القلوب، فلا بد في هذه الإرادة أن يكون عنده من حماسة الإيمان والغيرة على دين الله سبحانه وتعالى المنضبطة ما يستطيع به أن يصل إلى هدفه وأن يحقق المراد من تحقيق الإصلاح في هذه المعمورة كلها. والمتأمل في الحقيقة في حال الأنبياء وفي حال المرسلين يجد أن أبرز ملمح من ملامح العمل هو ما يوجد عندهم من الإرادة الجازمة لتحقيق ما يرغبونه ولتحقيق ما أمروا وكلفوا به. ولعل من أبرز ما يشير إلى ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة طالوت وجالوت. الحقيقة يعني هذه القصة قصة ممتعة جدا وقصة ممتلئة بكثير من الفوائد وأنواع الخير، وإذا أردت أن تعنون لها بأي عنوان أو كثير من العناوين ستجد إن هي فيها كثير جدا من الملامح ولها كثير جدا من الجوانب المهمة التي لابد أن يعتبرها المسلم في شخصيته. لكن أنا أتكلم عنها من زاوية محددة، وهي زاوية الإرادة. وليك إنك تتخيل وتتأمل العدة والكثرة الكاثرة اللي هي هجرت من ديارها وأوطانها واستضعفت في هذه الأرض وسلبت الحقوق التي كانت لها، وأصبحت في وقت من الأوقات بعد طول مدة تريد أن تعود إلى وطنها مرة أخرى وأن تلتقي بنسائها وبذراريها وأن تعود إلى أوطانها وديارها. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم ذكروا لنبي لهم أن يبعث لهم ملكا. هم يدركون حقيقة وأهمية ومعنى القيادة في العمل الإسلامي وفي العمل من أجل الدين، وأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون هناك وصول إلا بوجود قيادة حقيقية. هذه القيادة يلتف الناس حولها وتكون هذه القيادة معايير ويتوافق فيها صفات وشروط، لكن هذا ليس المنح الذي نشير إليه. لكن هم طلبوا ذلك، وهذا في صورته الظاهرة لا بد أن يكون مبعثه إرادة فعل هذا الشيء. إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله. لكن النبي الذي كان معهم في هذا التوقيت يعلم أن الإنسان ما أسهل عليه أن يدعي، يعني أسهل الأشياء الإنسان يدعي كثير جدا من الادعاءات. ولذلك هو أراد أن يفرق في حسهم وفي فهمهم بين مجرد الادعاء وبين الإقدام على العمل بالفعل. ولذلك قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ده موضع جدي للاختبار، كان كل ده قبل الاختبار، لكن هذا الأخذ والعطاء في الكلام يبرز ويبين أن هذا الطريق لا يصح فيه مجرد الدعاوى أو الوقوف عند حدود الشعارات. كثير جدا من الناس لا يبطل إلى هذا، بل كثير جدا من الاتجاهات والجماعات والكيانات التي ربما هي عاملة بالإسلام ولا نشك في أحد في صدق نيته وفي سلامة طويته لا نشك فيه، لكن ربما يقف عند هذا الحد وبالتالي لا يبلغ لا يصل. ولهذا قال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ وهنا بيخاطبهم تحديدا في مسألة الإرادة، يعني هل أنتم تريدون هذا على وجه الحقيقة؟ هل أنتم تريدون هذا فعلا؟ أم أن هذا
مجرد ادعاء أو أمنية من الأماني أنتم تتحدثون بها، ولكن هم قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يعني هم بيذكروا أن هم عندهم عدة دوافع تدفعهم في الحقيقة للقتال. أول حاجة معنى الإخلاص، الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار، وهذا في حد ذاته يكفيهم. يعني هذا في حد ذاته كافي أن يكون هناك جهاد ضد الايه؟ ضد الكفار، وأن يكون هذا الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى زيادة على ما أصيبوا به من التهجير والتفريق بينهم وبين ذراريهم وبين نسائهم. إذا عندهم مجموعة من الدوافع، لكن تيجي تشوف موضع الاختبار نفسه لما فرض عليهم القتال على الحقيقة، لما كتب عليهم القتال حصل إيه؟ تولوا إلا إيه؟ قليل. ده في الحقيقة هنا السدي رحمه الله ويعني وغيرهم أهل العلم بيحاول يعني بيحاول يذكر عدتهم يعني، ويقول إن هو كانت يعني عدتهم تصل أو تبلغ إلى 80,000 كويس كده. وبيقول السدي برضه رحمه الله أن عدتهم بعد ذلك نزلت إلى 4,000، يعني كأن التصفية أخرجت قد إيه؟ 76,000 مقاتل كانوا يدعون الرغبة في القتال، ولكن لم يكن عندهم من مقوم الإرادة ومن العزم الجازم واليقين الصادق الكامل ما يكفيهم للوصول إلى ما يسمى إيه؟ قتالا في سبيل الله، اللي هم على فكرة يتمنون واللي هم يرغبوا فيه وفي الأصل يهدفوا به، لكن ما عندهمش الأدوات والإمكانات ما يكفيهم لبلوغ ما يتمنونه وما يرغبونه. الإرادة هنا فيها إيه؟ فيها ضعف. طبعا ضعف الإرادات زي ما قلت لحضراتكم، ضعف الإرادات فرع على الضعف في إيه؟ ضعف الإيمان نفسه، وضعف الإيمان سبب قلة الطاعة وكثرة المعاصي سواء كانت الظاهرة أو الباطنة، وده يوضح جدا أو يظهر جدا في بقية السياق. نحن بنتصدد يعني شرح الايه القصة، لكن على سبيل المثال لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن نبيهم قال لهم أن الله سبحانه وتعالى قد بعث لهم طالوت ملكا، قالوا أن يكون ايه له الملك عليهم، أو ده في الحقيقة نوع من النكول وشيء من الإعراض وعدم القبول بأمر الله سبحانه وتعالى. ده هم كانوا يطلبوا من النبي أن هو اللي يبعث لهم ملكا، فهو لما كلمهم وخاطبهم قالهم إن الله قد بعث، ماشي كده؟ يعني المفترض دوت أدعى لإيه؟ للقبول، لكن حصل نوع من النكول، ما كانش فيه الانقياد الكافي، وده يدل على ضعف في الإيمان، وكان فيه حب للدنيا، وده ظهر بقوة حالة الحسد أو الأمراض القلبية اللي بتبقى موجودة في نفوس الناس ودفينة، الرياء، شهوة من الشهوات الخفية اللي موجودة في قلب الإنسان، إرادة الدنيا وعدم إرادة الآخرة أو ضعف إرادة الآخرة، شهوة من الشهوات موجودة في نفس الإنسان، الحقد والغل وإرادة الانتقام وغير ذلك من المعاني المزرية في الحقيقة اللي هي بتؤدي بالإنسان في النهاية إلى ضعف الإيمان. هذه الأشياء كلها تؤدي في نهاية الأمر إلى ضعف إيه؟ ضعف الإرادات. عشان كده نقص العدد بهذه الصورة الهائلة، بهذه الصورة الشديدة. لكن ليك أنك تتخيل أن هناك ناس يبقى عندهم قدر من الإرادة أكثر وأضعاف بكثير جدا من هؤلاء الذين فصلوا عنهم، زي ما القرآن حدد في اللفظ، فلما فصل طالوت بالجنود، يعني حصل نوع من المفاصلة الحقيقية، لأن النصر يا إخواننا والتمكين والوصول إلى ما يريده الإنسان ويبلغه، هذه الأشياء لا تأتي لا على سبيل المجاملة ولا بصورة عبثية، بل وفق معايير وضوابط شرعية، وهي واضحة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، المهم يعني إلى آخر إيه؟ إلى آخر الاختبار يعني أو أحد الاختبارات التي اختبروا إيه؟ التي اختبروا فيها. النتيجة برضو إن هذا الاختبار الثاني أو الثالث أو غيره يعني هم لم ينجحوا جميعا فيه، ولذلك هم لم يعني الذين شربوا منه الكثير والذين لم يشربوا منه هم إيه؟ القليل، فشربوا منه برضو إلا إيه؟ ثاني. كويس كده، لحد ما وصل عدتهم كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه الى انهم كانوا على عده اهل ايه؟ على عده اهل بدر. فلكن انت تتخيل العدد والجم الغفير جدا ده ان هو يتقلص ويتناقص وينزل العدد بتاعه الى هذا العدد القليل جدا ده. وبعدين حتى هذا العدد القليل جدا ده هو كله مش على درجه واحده،
لان هو بمجرد برضه ما جوزوا النهر ونظروا الى ما عند الكفار من عتاد وعدد والى ما يتمتعون به من قوه اصابهم من الخوف ما يصيب الانسان. اصابهم من الخوف قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. لكن في قضيه مهمه جدا، قال الذين يظنون انهم ملاك الله. ده هو اللي هو العنصر اللي احنا بندور عنه دايما في طول القصه، اللي هو العنصر المتعلق بالمفهوم الايماني اللي بيبعث في نفس الانسان الاراده على فعل الشيء حتى وان كلفه ذلك تجاوز عقبات وملاقات تحديات، وان يصل الانسان الى درجه من المواجهه يصل فيه الى اشياء كثيره جدا تكلفه ربما دماؤه وماله ونفسه واشياء كثيره جدا. قد يضحي الانسان بكل هذه الاشياء، ولكن هذا لا يكون عند الانسان، لا يتكون هذا المعنى بالصوره المنضبطه شرعا الا ان يكون هناك ايمان حقيقي يبعث في نفس الانسان الاراده على فعل هذا الشيء. ولهذا قال الذين يظنون انهم ملاك الله، ده ايه؟ ايمان باليوم الاخر، ايمان بلقاء الله سبحانه وتعالى، وهو من الايمان بالله عز وجل. لذلك قال سبحانه وتعالى: قال الذين يظنون انهم ملاك الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. تسلحوا بسلاح الدعاء وطلب من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يفرغ عليهم صبرا ويثبت اقدامهم وينصرهم على قوم كافرين. النتيجه ايه بقى؟ فهزموهم باذن الله. ده يبين ويبرز اخواننا ان الوصول الى الاهداف وتحقيق النتائج وقطف الثمار وكل هذه الاشياء امور يسيره ييسرها الله سبحانه وتعالى، ولكن لابد ان تكون بايه؟ بشروطها وان تكون بضوابطها. ومن اهم المبادئ التي لابد ان ننطلق منها جميعا لفعل شيء ما في الواقع وتغيير هذا الواقع، لان احنا منهجنا منهج تغييري زي منهج الانبياء والمرسلين، بنغير الواقع من الضد السيء الى الضد الحسن، من المعصيه للطاعه، من الضلال الى الهدى، من الكفر الى الايمان. هذه الوظيفه في الحقيقه اللي احنا بنسعى جميعا للوصول اليها، وكل ما نفعله من تفاصيل ومن اعمال واليات واشياء نتوسل بها هو في الحقيقه من اجل الوصول الى هذه الغايه. فلا بد ان احنا نكون عندنا من مفهوم الاراده وكذلك من وجودها على الحقيقه ما يكفينا لبلوغ هذه الغايات العظيمه جدا. فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت. وهنا تتامل ان يكون في هذا الجيش من الشباب داوود صلى الله عليه وسلم، عشان تقدر تحدد نوعيه الاشخاص على الرغم من قلتها، وانك انت تعتبر في هذا المقام ان العدد ان الامر ليس بالكثره او ليه او بالعدد، وان ممكن يكون فعل الرجل في الالف اعظم من فعل الالف في الايه؟ في الرجل الواحد. ده بقدر ما يكون عنده من الاراده. ولهذا اخواننا مهم جدا ان اول شيء ننطلق منه وتلاقي المعنى القراني او اللفظ القراني لفظ حكيم جدا ومرتب جدا وواضح جدا، في ان هو بيقول اول شيء لابد الانسان يبدا به في مراعاته في هذا الطريق وهو يسير، ان هو ينظر الى مؤشر الايمان في القلب وينظر الى ما يكون عنده من حقيقه الاراده لفعل شيء ما وللتغيير الجدي، وان يكون هذا التغيير على اساس من معايير ان شاء الله نذكر ايه بعضها بعد ذلك. لكن اول شيء هو الايه؟ ان اريد. يبقى اول حاجه ان اريد، وده يحتاج فعلا كل واحد فينا في نفسه يعني يسال نفسه السؤال ده ايا ما كان موطن العمل او موقع البذل اللي هو بيبذل فيه. احنا النهارده بنتكلم على شؤون القران ومع ناس من الائمه وناس من القراء، ممكن في مقام تاني او في جلسه اخرى مثلا احنا قاعدين نبص نلاقي الاخوه اللي قاعدين قدامنا هم مرشحين الشعب للشورى، ممكن في مكان تاني نبص نلاقيهم الاخوه اللي هم بيقوموا على العمل التنفيذي في الادارات العمل مثلا في المحافظات وغيرها، في موقع اخر الاخوه اللي قايمه على الاعمال الخيريه والاجتماعيه في الجمعيات. يعني ممكن في النهايه اي حاجه يعني صور العمل كثيره جدا جدا، لكن في النهايه لما نيجي نتامل هنبص نلاقي ان الجميع يحتاج يسال نفسه سؤال: هل انت تريد على الحقيقه؟ ده سؤال تساله لنفسك، وبعدين تقيس بين حالك بين حالك وبين الاجابه اللي انت هتجيب فيها بسرعه شديده وتقول فعلا انا اريد الايه؟ التغيير. كلنا هنطلق هذا الاطلاق عن انفسنا، لكن لما تيجي تنظر وتبص على سبيل التفصيل في حال وفي واقع كل واحد منا هنجد ان احنا ربما يكون في فجوه كبيره جدا بين ما نظنه في انفسنا استعدادا واراده وبين الواقع الحقيقي. بص تلاقي في كثير جدا من الضعف، كثير جدا من الكسل، وكثير جدا من الفتور، كثير جدا من الاعراض عن القيام بالاعمال، وكثير جدا من الاعتذارات التي هي على سبيل التعريض في معظم الاحيان عند كثير جدا من الناس، وده كله يتنافى مع وجود اراده حقيقيه فعلا للتغيير، لان الصوره العامه هي في الحقيقه بتظهر بوضوح
بقدر التفاصيل اللي موجودة فيها. إحنا التفاصيل، إحنا ليه؟ التفاصيل. بقدر ما التفاصيل دي تكون واضحة، الصورة العامة هتبقى إيه؟ واضحة. لكن كل ما تكون التفاصيل بتاعت الصورة ضبابية ومشوشة ومرتبكة ومتداخلة ومضطربة، هتبص تلاقي الصورة العامة برضو إيه؟ بنفس الصفة. وإحنا دائماً وأبداً بنبحث عن جهل الدعوة، حتى مش جهل الأفراد في المقام الأول، بنبحث عن جهل إيه؟ جهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وبنبحث عن موقع وقدم حينما نقف فيه لنتكلم في عمل سياسي، لأن هو يسمع لقولنا. نتكلم في عمل دعوي، يسمع لقولنا. نتكلم مثلا في عمل خيري أو اجتماعي، يسمع لقولنا. نتكلم في عمل شبابي، يسمع لقولنا. في عمل نسائي، يسمع لقولنا. وكل واحد فينا يتمنى هذا لنفسه، لنجاح دعوته. طيب، أن يكون لنا هذا، وكثير جدا منا ربما لا يقوم بدوره أو يحقق الواجب عليه في جزاكم في تحمل المسؤوليه باراده ايه؟ باراده جازمه. لذلك اخواننا اول شيء لابد ان احنا نراعيه ونلاحظه في انفسنا واحنا بنسير في هذا الطريق، اول حاجه هو قياس مبدا ومساله الاراده في النفوس، اللي هي كما قلت هي فرع على مساله الايه؟ الايمان. ثاني حاجه الاراده اللي احنا اتكلمنا عنها ديت بالشكل ده، واللي هي ديت المنطلق، واللي هي ديت البدايه، وبقدر الدفعة اللي هتكون في مسألة الإرادة، بقدر القوة اللي هتكون موجودة على الأرض في تحقيق التغيير فعلاً، الإرادة دي بالشكل ده، بالحجم ده، بالقوة دي، بالصورة دي، موجهة كلها لفعل شيء واحد. كلها موجهة لفعل شيء إيه؟ واحد، مش أشياء متعددة. لفعل شيء واحد ولا غير. بما يشعر إن الإنسان بكل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من ملكات وإمكانات وعطايا ومواهب، كل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى وكل ما أودع الله عز وجل فيه من صفات، هو المطالب أن يسخر كل هذه الأشياء في اتجاه واحد فقط، وفي وظيفة واحدة فقط، وفي عمل واحد فقط. الشيء دوت هو المسمى بالإصلاح. الشيء ده مسمى بالإيه؟ لأن هنا الحصر والقصر كان واضح جدا في مفهوم الإرادة، إن هو موجه لإيه؟ للإصلاح. إيه أريد إلا؟ إيه هو؟ إلا الإصلاح. وده معناه قلنا إن إحنا ما عندناش وظائف أخرى، إن إحنا لا وظيفة لدينا نتوظف فيها أو نبذل فيها، أو إن إحنا نتصور أن يكون هناك مزاحم على الحقيقة يضر بالعملية الإصلاحية. وده يهون جدا على الإنسان عدة أشياء، منها إن مثلا الإنسان قد تتزاحم الحقوق، يعني تزاحم عنده مثلا حق الولد والزوجة وحق العمل وحق النفس من الراحة والطعام والشراب وغير ذلك من الأشياء. في كثير جدا من الحقوق قد تتزاحم هذه الحقوق مع حق الإصلاح. بص تلاقي إنسان اللي عنده فهم كامل وعنده نوع من الوضوح في الرؤية وعنده إرادة جازمة على إن هي تتوجه ناحية الإصلاح، هذه الأشياء لا تتزاحم في الأصل وفي الحقيقة مع هذه المهمة، بل هو يحولها بصورة أو بأخرى لخادم وداعم للعملية الإصلاحية وللرؤية الإصلاحية التي خلقه الله سبحانه وتعالى لها. وبالتالي لما احنا تبقى كل جهودنا وطاقتنا وكل ما أودع الله عز وجل فينا ده مسخر وموجه تجاه شيء واحد فقط اسمه الإصلاح، يبقى الأمر دوت جدير بالاعتناء وجدير بالاهتمام، وإن الإنسان يتأنى في فهمه، وإن هو ما يتعاملش معاه على سبيل الإجمال. ودي مشكلة كبيرة جدا، إن إحنا بنتعامل دائما وأبدا مع العملية الإصلاحية على أساس إنها شيء مجمل. تيجي تقول لواحد أنت عاوز إيه؟ ماذا تريد؟ يقول لك والله أنا عايز الخير. طيب تفاصيل الخير ده إيه؟ المعرفة دي جوانبه اللي المفترض بيغطيها، أهدافه اللي المفترض بيهدف إليها. تيجي تنظر في هذه التفاصيل بص تلاقي هذه التفاصيل غير واضحة، ولا يستطيع مثلا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إنه يعبر إيه؟ عنها. الفكرة ده يضعف الدعوة جدا. يعني أنت مثلا لو سئلت افترض كداعي الى الله سبحانه وتعالى، واحد احد واحد من عوام الناس سالك وجه لك سؤال وقال لك مثلا وانتوا عايزين ايه يا شيخ؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين ايه مننا؟ مش السؤال ده كتير لما بتسال فيه؟ تخيل هو الاخوه كلهم منقدح في حسهم هم عاوزين ايه؟ يعني ده ظننا ايه بجميع الاخوه، لكن مين من الاخوه عنده القدره بهدوء وببساطه شديده جدا اللي يستطيع ان هو يعبر وباقصر العبارات عن ما يريده في الحياة عموما، وأن هو يبين هذا للناس عن طريق
يعني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد بقى ان في قلة قليلة. كان من الاشياء اللي منعها على الاخوة مثلا ايام الجامعة، تبص تلاقي العائل في اسرة خرس اللي كانت تبع حزب الوطن وغيره، تبص تلاقي العائل من دول مثلا بياخدوهم في معسكرات بقى شبابية صيفية وكلام زي كده وبتاع، فبيقعدوا يحفظوهم باهداف الاسرة اللي هي في الاخر اهداف الايه؟ اهداف الحزب الوطن يعني. فيجي العائل من دول هو طول النهار متشاف مع البنات ولا لابس سلسلة، ويعني اهتماماته سفيهة جدا وتعاملاته تافهة خالص، لكن على مستوى الاختبار يجي بقى يقول لي اهداف الاسرة اللي جاي مسمعه يقول رأي 1 2 3 10 تلاقيه زي السهم هو بيسمعها. تيجي تجيب الاخ بتاع تقول له انت بقى نفسك في ايه وعاوز ايه؟ انت بقى هدفك ايه؟ انت يا عم داخل على دقنك وشكلك الغريب ده ويا تود يعني ولد ودك بتخش على مفطانك وحالتك حاله يعني انت مختلف عن ده، ماذا تريد؟ بس الاخ هو في ذاته كسلوك هو عارف ماذا يريد، لكن كقدره على التعبير عن ده وايصال الرساله مختصره للمجتمع ووضحت يعني المعالم، تبص تلاقي في ضعف في الجانب ده، بما يضعف في النهايه اثر الانسان في نفوس الناس يعني كرغبه واراده. انت عايز ايه تحديدا؟ وهنا ده بيتطلب مننا يا اخوانا ان احنا نفهم طبيعه المهمه اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني الزمنا بها. لما نقول ايه نريد الا الاصلاح، نقول ان احنا ارادتنا كلها الكامله تكون موجهه للعمليه الاصلاحيه، يبقى لازم نكون فاهمين كويس جدا وبنوضح برضه الاصلاح ده من خلال الالفاظ القرانيه نفسها اللي ذكرت هذا المعنى. اول شيء كده للوهله الاولى، وهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الاصلاح معرفا ولا مذكرا مثلا؟ معرفا. وده على فكره مفيد جدا لاستغراق كل ما يسمى الاصلاح ايا ما كان واجبا او مستحبا. شوف بقى كل ما يسمى اصلاحا بقى في مستحب في واجب في فرض في ركن في اي شيء، ده يسمى اصلاح. وده تفاصيله موجوده فين؟ في الكتاب. وفين؟ في الكتاب وفي السنه. هتجد تفاصيل هذه الاشياء اللي هي يستغرقها مفهوم او معنى كلمه الاصلاح دي اللي ربنا عرفها عشان تشمل كل معنى بر وكل معنى خير وكل معنى اصلاحي، هتلاقي ده تفاصيله موجوده في الكتاب والسنه. وده بيلزم الزاما بقضية العلم في الحقيقة، يلزم إلزاما بقضية العلم. وإن القرآن بالنسبة لنا مش مجرد هذ على الألسن، لا علاقة له بالفهم والاعتبار والتدبر والعمل والدعوة، لا، ده المفترض كل هذه المعاني داخلة معنا، لكن مبدأها جميعا هي مسألة العلم والمعرفة والإدراك ومسألة إيه؟ ومسألة الفهم. ولذلك أول شيء لابد إن احنا نعرف هنا في الموضوع العمليه الاصلاحيه دي هو المنهج الاصلاحي نفسه. المنهج ليه؟ الاصلاحي نفسه. وان المنهج الاصلاحي ده اخوانا منهج له جوانب متعدده وفي محاور كتير جدا. المحاور دي لابد ان احنا يكون عندنا معرفه فيها بالتفصيل. طبعا احنا مش بصدد شرح منهج التغيير وما يتعلق به، وإلا احنا لو بدينا نشرحها يبقى احنا بنشرح منهجنا في التغيير، لكن انا بشير اليها اشاره سريعه. واحنا الغرض من الكلمه بتاعتنا ان احنا نحط خط عريض واضح شويه من خلال يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى لفهم الاجمالي حتى على الاقل لمعنى كلمه الايه؟ لمعنى كلمه الاصلاح او الرؤيه الايه؟ الاصلاحيه. فهنلاقي هنا ان احنا لزمنا معرفه الايمان بشموله وما يغض من الشرك والرد عليه، معرفه سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الاستدلال المتعلقه عموما بامر الكتاب والسنه، ومعرفه ما يغضها من البدع والرد عليها، معرفة العبادات والفرائض اللي ربنا سبحانه تعبدنا بها فرضها سبحانه وتعالى علينا، ومعرفة ما يرضها من المعاصي والنقائص، معرفة منظومة الأخلاق والمعاملات، منظومة الآداب الموجودة في القرآن والسنة، ومعرفة ما يضد ذلك والنهي عنه. الأشياء دي كلها أخوانا هي دي اللي احنا بنتعلمها في كتب العقيدة. المفترض يعني لما نيجي ندرس عقيدة ونيجي ندرس فقه بتفاصيله ونيجي ندرس تفسير ونيجي ناخد كتب التهذيب والسلوك وغيرها مثلا من الاشياء ويعني نيجي ننظر وندرس في هذه الاشياء، التفاصيل الكتيره جدا دي كلها في النهايه الغرض الاساسي منها تغطيه المحاور اللي احنا بنذكرها داخل المنهج الاصلاحي. ما ينفعش بحمل الاحوال يا اخوانا ان الاخوه تجهل المعرفه بالجانب الاصلاحي دوت او بالمنهج الاصلاحي ده، لان فاقد الشيء لا يعطيه. واحنا مهما ظللنا نقول للناس احنا عايزين نصلح. طيب تعالى يا عم، هو في موطن من مواطن الاصلاح، تعالى احكم بين الناس دي بالشرع. انت راجل امام، انت راجل قارئ القران، انت
طب انت صليت في اي صلاه من الصلوات باي شيء من القران؟ الراجل اللي بيسمع الماموم ورا منك في معنى من المعاني او كلمه من الكلمات علقت بذهنه بس مش عارف معناها، عايز يتعبد لله بمعرفتها وادراكها معرفه معناها عشان يتدبره ويتامله، لو فيها شيء من العمل يعمل به، ولو فيها شيء من الاعتقاد يعتقد، وهكذا. طب هيجي يسال حضرتك اين الاجابه على هذا السؤال؟ ممكن تلاقي الاجابه ايه؟ غير حاضره. فاحنا للاسف مما تعم به البلوى بين كثير جدا من الملتزمين هو الوقوف عند حد الاجمال في معرفه المنهج الاصلاحي. تيجي تقول له هو الايمان، يقول لك الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. طب تيجي تغوط شويه، تيجي تقول له مثلا العيال الملاح ده مثلا بتوع الالحاد دول كل ما هو او اعظم مدخل بالنسبه لهم اللي بينفذوا منه الشباب قضيه القضاء والقدر. اعظم مدخل هو يدخلوا منه الشباب او الثغره يعني اللي هم بيعتبروها يعني، وهي ليست كذلك، اللي هم بيعتبروها منفذ يعني للدخول لعقائد الناس وتشويهها وزبزبه الناس وبلبله عقائد الناس باب القضاء والقدر. طب هل يكفينا مجرد اعتقاد ان احنا نؤمن بالقدر خيره وشره؟ ده يكفينا ولا لابد معرفه التفاصيل؟ لابد معرفه التفاصيل. عشان كده احنا لما بنتكلم عن المنهج الاصلاحي مش بنتكلم من حيث الادراك والمعرفه، يعني مش بنتكلم على ان احنا نقول اه احنا عندنا حاجه اسمها الايمان الشامل وحاجه اسمها السنه ومنهج الاستدلال وحاجه اسمها العبادات، مش كده. انا عايز اعرف الايمان الشامل ده تفاصيله ايه؟ وبعد كده كيفيه العمل بيه، وعايز اعرف السنه ومنهج الاستدلال دي تفاصيلها ايه؟ كيفيه العمل بيها، وعايز اعرف العبادات تفاصيلها ايه؟ كيفيه العمل بيها، والاخلاق نفس الكلام، والمعاملات نفس الكلام، والاداب نفس الكلام. فانا عايز كل جانب من الجوانب ديت على سبيل التفصيل يكون هناك معرفه بالمنهج الايه؟ الاصلاحي. وزي ما انتم شايفين احد جوانب الصراع واحد صور الصراع الشديده جدا بيننا وبين الباطل عموما جزء كبير جدا قائم على الصراع الايه؟ المنهجي. هم شبهات علينا واحنا لابد من ايه؟ من ردها، واحنا في نفس الوقت ندحض الباطل اللي عندهم بما عندنا من تفاصيل البيانات والحجج في الحق اللي موجود عندنا. ده صوره واضحه جدا في الصراع بين الحق والايه؟ في الصراع بين الحق والباطل. ان لم يكن لدى الداعي الى الله سبحانه وتعالى والمتصدر للقيام يعني بشكل الناس في امر الدين، ان لم يكن عنده هذه التفاصيل وهذه الانواع من المعارف بالمنهج الاصلاحي، يبقى من الذي يحمل مثل هذا الهم ويقوم بمثل هذا الايه؟ بمثل هذا الواجب. وبالتالي يا اخوانا احنا فعلا علينا واجب عظيم جدا تجاه هذا المنهج، ابتداء بمعرفه التفاصيل المتعلقه به، ثم العمل بها في انفسنا علشان فعلا يترجم هذا الكلام لواقع في او يعني يترجم في الحياه في الواقع اللي احنا بنعيش فيه وبنتحرك فيه. هتيجي تتامل دروس ازاي هذا الاصلاح وهذا المنهج الاصلاحي ليه جوانب بيغطيها. والجوانب دي باختصار شديد جدا هي كل جوانب البشريه وكل جوانب الحياه، سواء كان على مستوى الفرد او مستوى الامه. يعني المنهج الاصلاحي ده غرضه النهائي هو تغطيه كل الجوانب المتعلقه بالفرد والمتعلقه بالايه؟ بالامه. هتيجي تبص تلاقي المتعلقه بالفرد على اعتبار ما ذكرنا متعلقه بالامه، سواء كان ما يتعلق يعني بالامه من امور السياسه، من امور الاقتصاد، من امور القضاء والاحكام بين الناس او الحكم بين الناس، الدماء والاموال والاعراض وغيرها، القيام على الناس بامر الحسبه، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، اقامه الجمع والجماعات والاعياد وغيرها، نظام المال الاسلامي، كل الاشياء دي جوانب مهمه جدا لا قوام للامه الا ايه؟ الا بها. المفترض التفاصيل الكتير جدا اللي في محاور هذا المنهج بتغطي او تدخل في النهايه داخل هذه الايه؟ الجوانب. ولما تغطي هذه الجوانب بوضوح من خلال المنهج التفصيلي اللي احنا تعلمناه هتجد ان مظاهر الحياه كلها قائمه على اساس الاسلام. عشان كده في كتير جدا من الاخوه للاسف من خلال الاحتكاك يعني بالاخوه بنبص نلاقي عند الاخوه ساعات بعض الكلمات كده الغريبه. يعني مثلا نبص نلاقي اخوه يقولوا لك احنا معاكم في العمل الدعوه مثلا بس مش معاكم في العمل السياسي. انا هشارك معاكم في الدعوه زي دعوه الحزب. مثلا ده مثال من الامثله على فكره. أنا ده في نظري راجل عنده خلل. خلل في إيه؟ خلل في فهم ابتداء. وده لا يخرج عن صور. إما لا قدر الله سبحانه وتعالى إن هو تلبس بشبه العلمانيين أو بشيء منها.
اللي هم بيفصلوا الدين عن السياسة، وإحنا نربط بكل الملتزمين إن حد منهم يتلبس في شبهة من الشبهات. أول شيء آخر إن هو محمد الله، أول شيء آخر إن هو يكون عنده جهل حقيقي بما تغطيه مظلة الشريعة ككل ومظلة الجانب الإصلاحي ككل من جوانب متعددة، منها مفهوم السياسة والاجتماع والاقتصاد والدعوة والقضاء وكل هذه الأشياء. المفترض دي مظلة واسعة جدا بتغطي كل هذه الجوانب، فممكن هو يبقى عنده نوع من الجهل في أن هذا يغطي هذه الأشياء، أو وده بيبقى كتير جدا على فكرة الإخوان، ده بيبقى سلوك العاجز. سلوك ليه؟ العاجز. فبدل ما يظهر عجزه ويظهر ضعفه يبقى يقول لك ايه كلام الفلسف تربو للقيام بالشيء. لا بأس ان الانسان يقول والله انا احسن كذا ولا احسن كذا، مفيش مشكله. انا بقول مثلا انا احسن والله ان انا اعلم الناس العلم، لكن لا احسن ان انا اخرج مثلا لمقارعه برلمانيه، لا احسن هذا الجانب، مفيش مشكله. لكن لو تطلب الامر انك تخدم على الجانب ده من خلال ما تفهمه وتعلمه من دين الله، التنظير اللي ده شرعا مثلا ده بابك، طب انت ليه لا تقوم بهذه المهمه؟ يبقى هنا في فرق بين ما يحسنه الانسان ويتقنه، دي قضيه. في قضيه ثانيه بقى اللي هي قضيه ان الانسان يحصر الاصلاح او منهج الخير في جانب واحد دون بقيه الجوانب الاخرى اللي هي في الاصل او اصاله داخله فيه، فيعتبر ان الاصلاح ده هو مجرد ان انا اقعد اعلم الناس الخير، هو ده الاصلاح. لا، ده اللي انا اقدر امارسه من الاصلاح. لكن انك انت تجعل الاصلاح او تختزل القضيه الاصلاحيه في احد جوانبها وبعدين تحاول تلزم الناس بده، واذا لم يلتزم الناس بهذا ثم انت تدعي على الناس انواع التهم وكثره الافتراءات، او انك انت تدعي في نفسك الكمال وتظن في الاخرين النقص، وان اي جانب من الجوانب الناس تريد ان هي تغطيها زياده على الجانب اللي انت اختزلت فيه الجانب الاصلاحي، يبقى الناس دي طلاب دنيا او حصل عندهم انحراف او فهمهم مشوه او مشابه للانشاء. لا، الامر يحتاج الى ايه؟ الى مراجعه، وده امر في غايه الاهميه يا اخوانا، امر في غايه الاهميه. يبقى احنا لازم نبقى فاهمين كويس جدا ان المنهج الاصلاحي ده ليه جوانب يغطيها، والجوانب دي لابد ان هي تكون واضحه وكامله عندنا كلنا في اعيننا، بغض النظر عن ما نحسنه او نستطيع القيام به او نستطيع القيام به. النقطه الثالثه ودي نقطه مهمه جدا برضو، من كلمه الاصلاح نفسها، احنا كلمه الاصلاح دي يعني ان هو الاصلاح نفسه منهج، والاصلاح نفسه ايه؟ ولا ايه؟ جوانب بتغطى، والاصلاح نفسه اهداف. ماله؟ اهداف. احنا خلاص انت دلوقتي راجل في منهج عظيم جدا بيغطي جوانب كتير جدا. ايه هو الهدف من وراء يعني هذه المحاور المتعلقه بهذا المنهج وهذه الجوانب اللي بيغطيها هذا المنهج؟ الهدف في النهايه اشتمل على جميع جوانب الاصلاح بتاعه. تمام. بتخدم جميع جوانب الاصلاح. تمام. في المسؤول كذا، مسؤول يعني ايه؟ ملفات متنوعة في النهاية بتشكل صورة كاملة عن الإصلاح. تمام. الجانب الثالث اللي احنا عايزين نستشيره معانا هنا اللي هو الأهداف من وراء الإيه؟ العمل الإصلاحي ده. إحنا بنستهدف إيه؟ بنستهدف فرد مسلم وأمة مسلمة. بنستهدف فرد مسلم وأمة إيه؟ فرد مسلم بالمفهوم الكامل اللي احنا ذكرناه منذ قليل. برضه كده إجمالا أو اختصارا. وأمة مسلمة برضه بنفس المفهوم اللي احنا ذكرناه منذ قليل. وده هدفنا، والمفترض ان لكل واحد منهم وظيفه وعمل في نفسه وفي المجتمع وفي الواقع اللي هو بيعيش فيه، في المجتمع والواقع اللي هو بيعيش فيه. وبالتالي احنا لما بنيجي نستهدف او بنتكلم عشان تبقوا فاهمين مثلا ايه سبب وجودنا كجماعه جايه من سبب وجودنا كجماعه جايه من هذه من هذه النقطه. احنا بنلتزم كافراد وبنتخلق باخلاق الاسلام، سواء كان فيما يتعلق بالايمان، فيما يتعلق بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، فيما يتعلق مثلا بالعبادات، بالمعاملات، بالاداب، كل شيء احنا بنتخلق باخلاق الاسلام في انفسنا. طب الافراد اللي بيلتزموا دول احنا مبتلين على الارض اللي احنا بنعمل عليها داخل صفوف العمل الاسلامي ان في اناس بتعتبر ان هذا هو حد النهايه. انك انت بمجرد وجود فرد ملتزم يبقى انت، وكمان حتى في فهم مشوه في اللي هو ملتزم بايه؟ يعني كل واحد مثلا بيبقى عنده تصور، لكن عموما هنتجاوز عن ده وبنقول ان في من الناس الموجوده على الارض اللي بتعتبر مجرد وجود ملتزم هذا كافي. ولا نسعى اي خطوه زائده عن ايه؟ عن ذلك. لا، طيب اذا كان هناك فروض كفائيه موجوده، هذه الفروض الكفائيه مضيعه
او ناقصه، واحنا نستطيع بالاجتماع ان احنا ايه نوجدها. وده احد ادله مشروعيه العمل الجماعي على فكره، ان هو باعتبار ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه فهو واجب. طبعا ليها ادله اخرى لكن ده احد الادله اللي تدل على مشروعيه العمل الجماعي. فاحنا بنقول في الحال ده ان احنا بنعمل ايه، ان احنا هؤلاء الافراد يجتمعون فيما بينهم في صورة الكيانات، في صورة الجماعات، في صورة الطوائف، اي مكان مش مشكله، لكن في النهايه للقيام بما يستطيعونه مشكلة من الفروض الكفائيه سواء كانت المضيعه او ايه او الناقصه. واحنا بنقوم منها بما نستطيعه، بمعنى ان في منها شيء مقدور عليه وشيء ايه معجوز عنه. المقدور عليه هو سبب للوصول الى المعجوز ايه عنه، والمعجوز عنه يبقى بالنسبه لنا في حيز الايه في حيز المأمول. والهدف مش ان هو المعجوز عنه ده يبقى سقط من ايه من حساباتنا. الفهم ده في الجملتين دول يا اخوانا هو ما تتميز به الدعوه السلفيه، مش تبقى عارفين هذا ما تتميز به الدعوه السلفيه. ليه؟ لان احنا على الارض، على الارض تحديدا احنا بنتكلم في موضوع الرؤيه الاصلاحيه ده، هنبص نلاقي ناس اما ان هي تدعي العجز عن ما تستطيعه وتكتفي بوجود افراد لا قيمه لهم ولا وزن مهما كثروا، زي ما داخله وغير ما داخله وكثير جدا من اصحاب الاتجاهات الفرديه. وعلى الجانب الاخر ناس بتتعجل جدا في وصف اي تجمع ليها بان هو دوت الغايه وان هو دوت الشيء المنشود، فاما ان هو يعتبر نفسه جماعه المسلمين او يعتبر نفسه يعني مثلا زي بعض الاتجاهات الموجوده عندنا يعتبر نفسه جماعه المسلمين وان امامهم هو امام المسلمين وان البيعه ليه واجبه وغير ذلك. ومؤخرا زي الدواعش كده مثلا ناس بتتعجل يعني الصوره الكامله، ويتخيل الصوره الكامله دي قائمه بالفعل في حين ان مقاومتها غير موجوده. ده هو غايه الامر. هناك نواه صغيره، جماعه من الجماعات او جماعات موجوده عامله على الساحه لما تبلغ بعد حد ما يسمى جماعه المسلمين، ولما يبلغ بعد مسؤول هذه الجماعه او هذا الكيان ما يسمى بامام المسلمين العام اللي هو يجب على الناس مبايعته وان هو اللي يخلع بيعته اخلع عن عنقه رفقه الاسلام، ومن مات ولم يبايعه فقد مات ميته جاهليه، وغير ذلك من المعاني اللي هم بيطلقوها على يعني ائمتهم وعلى خلفائهم وغير ذلك من الاشياء يعني. فدول بيتعجلوا وجود اشياء هي غير موجوده في الحقيقه، وعامل زي الجعان اللي احنا بنسوق عيش باختصار شديد جدا، ان هو راجل تخيل هو نفسه في ايه؟ نفسه يبقى في خلافه. خلاص يا جماعه الخلافه بقت موجوده والخليفه كمان موجود ودوله الاسلام موجوده وكل ما تريدين موجود، يبقى القضيه كده ايه؟ انتهت. يلا بقى نمارس الجهاد ويلا نمارس ونمارس ونمارس، لان اصلا احنا ما ينفعش اي فرد من الفروض يبقى مضيع، يبقى في واحد قادر على الجانب الاولاني خالص، قادر على ايجاد اشياء ولو جزئيا يقول لك لا تلزمني، وهذه الاشياء معلقه برقبه وجود امام، فبقى مش موجود يبقى انا لن افعل منها شيء، وده فهم خاطئ. وعلى الجانب الاخر واحد يدعي ان هو عنده القدره وعنده من الكمال ما يلزمه ان هو ياتي بكل الواجبات، وان هو لابد الان يحارب كل امه الصليب، والان يحارب اليهود، والان يقاتل كل المرتدين والمنافقين، والان يفعل كل هذه الاشياء، في حين انك انت لما تيجي تنظر على الحقيقه، وده هيبان قوي في النقطه اللي جايه بعد كده ان شاء الله في الكلمه اللي احنا هنتكلم فيها دي بتاعت الاصلاح، لما تيجي تنظر في الحقيقه تبص تلاقيه هو غير قادر على القيام باي شيء من هذه الاشياء، وان كل ما يقوله هو مجرد ادعاءات وليست حقائق. مفيش دوله خلافه ولا حاجه، ده شيء غير قائم وغير موجود. مفيش حاجه اسمها خليفه، ده شيء غير قائم وغير موجود. مفيش جهاد بمفهومه الشرعي، ده غير قائم وغير موجود. مفيش اقامه حدود بمفهومها الواسع والمفهوم الشرعي، برضه غير قائم وغير موجود. مفيش اصلا نظام اسلامي، ما تغيرش النظام العالمي لما يعني يتوافق مع الرؤيه الشرعيه او غير ذلك من الاشياء، او حتى بلاش النظام العالمي، النظام المتعلق به يعني الدول الاسلاميه حتى والعربيه، كل هذه الاشياء غير موجوده. وبالتالي هو لم يتخطى كونه ان هو تعجل شيء وادعى وجوده وهو في حقيقه الامر غير ايه؟ غير موجود. يبقى ده انحراف وده انحراف، وهذا مما ابتليت به الصحوه في الحقيقه، النوعيه دي انحرافات. اما فهم الدعوه عندنا فهو الذي ذكرته ايه؟ الف. وده في الحقيقه هتجده هو الوسط، وهو اللي يجمع بين الصور ايه؟ كلها. فلا انا بدعي ان انا لا استطيع فعل شيء، ولا انا بدعي ان انا استطيع فعل ايه؟ فعل كل شيء. يبقى انا باعتبار ما يتكون لدي من الافراد اللي انا بنظم الحركه بتاعتهم واجمعهم، استطيع بقدر هذا المجموع من الناس ان انا افعل بعض الاشياء، فاتي بعض هذه الاشياء. طب والمعجوز عنه لا يسقط من حساباتي، يبقى بالنسبه لي في حيز الايه؟ المأمول والمستهدف اللي المفترض انا اتحرك واصل ايه؟ واصل اليه.
هذه الحركة هي الخطوات الجادة الحقيقية على الطريق للوصول إلى ما يسمى التمكين، اللي هو إحنا مش بنشترط على ربنا سبحانه وتعالى فيه لا وقت زمن يعني بعينه، ولا على إيد أفراد بعينهم، ولا في مكان بعينه. إحنا بنعمل مع الله سبحانه وتعالى بلا شرط أو قيد، بنعمل مع الله سبحانه وتعالى. عاش منا من عاش يومين هذا الشيء ومات من مات. ياسر وسمية رضي الله عنهما مات وهما يعذبان في صحراء مكة، هم من السابقين الأولين. وعمر ولدهما عمار لحد ما ربنا فتح بيه بلاد إيه؟ فارس. كويس كده؟ وتنظر وهم بأسرة واحدة، وتنظر إلى ما بينهم من التفاوت الهائل في العيش والمدة والعمر، وما رأه هذا وما رأه إيه؟ أو هذا يعني هذان وما رأه إيه؟ هذا. بص تلاقي الفرق كبير جدا، لكن في النهاية الكل صار في هذا الطريق، والكل أجره محفوظ عند الله سبحانه وتعالى، ودي قضايا في غاية الأهمية إحنا إيه؟ ندركها. طيب الإصلاح نفسه الكلمة، إحنا كده قلنا الإصلاح دوت هو غاية المراد من الإرادة، الإصلاح دوت له منهج، المنهج دوت له محاور، هناك جوانب يغطيها الإصلاح ده كمظلة عامة، الجوانب دي في النهاية بتهدف إلى أهداف، الأهداف دي هي اللي بتوجد الفرد والأمة المسلمة اللي المفترض لها واجبات على الطريق إلى أن تصل ما يسمى إيه؟ تمكينا بإذن الله سبحانه وتعالى. كويس؟ اللي بعد كده الإصلاح من الكلمة نفسها، الإصلاح ده مشتق من إيه؟ مش كده؟ ويحقق إيه؟ ما يسمى مصلحة، صح؟ خدوا كده أخبرنا، أي عملية أو أي ممارسة إصلاحية إن لم تحقق المصلحة الشرعية ما اسمهاش إصلاح. يعني أي واحد يمارس أي شيء هيسميه جهاد في سبيل الله، ماشي كده؟ هيسميه دعوة، هيسميه أي حاجة من أعمال البر والخير، لكن في النهاية تعود بالنقد على المصلحة الشرعية، يعني لا تأتي بالمصلحة الشرعية، تأتي بضدها. يبقى بغض النظر بقى برضه عن نيته وسلامة نيته، ماشي كده؟ بعيدا عن ده، احنا بنتكلم في تقييم العمل نفسه، أي عمل يعود بالنقد على تحقيق المصالح الشرعية يبقى هذا العمل لم يوافق فيه ليه؟ الشرع، ولم يوافق فيه ليه؟ الإصلاح. دي قضية منتهية. ليه بقى الكلام ده؟ لأن احنا برضه من الأشياء اللي بتورينا بيها اخوانا إهدار ما يسمى مصلحة ضمنية. إهدار ما يسمى مصلحة ضمنية، وده باب مهم جدا 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 احنا نفهمه. وطبعا احنا مش بصدد إيه؟ مش بصدد شرح، ولازم ده نبقوا فاهمينه كويس جدا، لأن باب ما زي باب السياسة الشرعية مثلا كله قائم على حسابات هذا الشيء. باب والله لو تأملت زي ما يعني العزة بن عبد السلام وغيره من العلم بيقول إن اعتبار المصالح ده مسألة فطرية. لدرجة إن هو يستوي فيها الكبير العاقل الناضج البالغ الراشد، ماشي كده؟ ويستوي فيها كذلك معه الطفل الصغير الذي لا يعقل ما يعقله الإيه؟ الكبار. اللي بيقول لك إن الطفل الصغير ده هو في حسه يفرق بين اللذيذ والألذ. هو إيه اللي يقيس الفرق بين اللذيذ والألذ؟ المصلحة بالنسبة للطفل، أنت كده هات له نوع شوكولاتة رديء وهات له نوع شوكولاتة إيه؟ جيد، غالي، ماشي كده؟ هتبص تلاقيه لما ياكل ده ياكل ده، بعد كده لما يجي يطلب الاكل اللي طعمها افضل بالنسبه له، هذا شيء حلو وشيء حامض، يحب ايه؟ حلو، يقعد ياكل حامض وهكذا. اذا الانسان فطره مجبول على اعتبار ما يسمى مصلحه. احنا ابتلينا يا اخوانا بناس بتهدر هذا الامر، ولما تيجي تتقصى تجد ان هم بيهدروه للا شيء، بيهدروه لاهواء ورغبات ونظرات جزئيه ومناهج مستوردة بعيدا عن منهج الشرع، ورؤى لا تتفق مع الرؤية الإسلامية. ده لما تيجي تتقصى يعني وتيجي تقعد تنقب 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 لحد ما توصل ايه؟ لنهاية الأمر، تجد ان هو يهدم ما يسمى مصلحة شرعا في سبيل هذا الشيء. حتى تجد على ألسنة بعض الشباب ان هو يتهجم على اعتبار وتقدير ما يسمى مصلحة أو مفسدة، ويقول لك ده صنم العدوى، لما تبيعوه وتاكلوه لما تعبدوه لما تشبعوا ايه؟ تعبدوه. ولما تيجي تتكلم معاه مثلا تقول له بس المصلحه هنا في المقام ده تقتضي كده والمفسده تقتضي كده ومش عارف ايه كده، يقول لك ما تكلمنيش في مصالح ومفاسد، نعمل الاول وبعدين نبقى نتكلم في مصالح ومفاسد. كيف؟ كيف العمل قبل تقدير المصالح والمفاسد؟ ده فهم موجود دلوقتي. انا عايز اقول لكم حاجه دلوقتي، يا نجيب حقهم يا نموت زيهم. ده مش شعار منتشر جدا بين الشباب، الشباب بيقولوهم عاملين يترعشوا وشعرهم منفوش والعرق بيتصبب من كل حته في جسمهم وكلهم في حاله حماسيه وثوريه يعني لاقصى درجه ممكنه. مش ده بيحصل؟
فتبص تلاقي دي احيانا موجود فيها الشباب او انت بتيجي تحسب الكلام دوت باعتبارين، باعتبار القدره والعجز باعتبار النظر للمصالح المفاسد. ايه المصلحه العائده علينا ان احنا لو ما قدرناش نعمل حاجه بعينها يبقى لازم نموت على كل حال كده، ده عقلا حتى مش كده، فضلا عن ايه؟ فضلا عن شرع. تبص تلاقي ان هذه الالفاظ بتتحول في نفوس الشباب الى عقائد، وان ما ضدها انك انت بس تحاول انك انت تقف مع عند نقطه نظام او قدر من او مسحه بس من العقل، اي شيء كده بس تراجعه وتناقشه في الامر ده على طول التهم المغلفه جاهزه، لان هو اتربى كده، اتعلم ده، اتعلم ان هو يهدر النظر الى الفصل بين ما يسمى قدره وعجزا، وان هو اتربى على ان هو لا يفرق بين مصلحه ومفسده من كل سواء، او المصالح ببعضها او المفاسد ببعضها، وعدم اعتبار كل هذه الاشياء. والنتائج نزيف من الخسائر المتتاليه من جسد العمل الاسلامي اللي كلنا بنلمسه، كل ما بتمر الايام والليالي بنلمس من هذا الشيء الايه؟ الكثير. وبالتالي اخواننا مهم جدا ان احنا ندرك المعنى ده. وبرضه من اهم المميزات على فكره اللي بفضل ربنا سبحانه وتعالى بتتميز بها يعني الدعوه، هو القدره على الحسابات في مساله المصالح المفاسده. انت ممكن تيجي تقول والله احنا ممكن نعاني من بعض الاشياء، ممكن نعاني مثلا في تنظيمنا للمورد البشري بتاعنا شويه، لسه بنكون ايه؟ بنكون نفسنا شويه في بعض الجوانب منه. ممكن نعاني شويه مثلا في موردنا المالي، في كيفيه تكوينه بصوره كامله، وبعد كده كيفيه توجيهه وانفاقه على الكيان بما يخدم مصلحه الكيان. ممكن تلاقي عندنا فعلا نقص، قصور، عجز في بعض هذه الايه؟ في بعض هذه الجوانب. لكن على مستوى مثلا القرار وما يتعلق بالرؤيه المتعلقه بهذا القرار باعتبار النظر مثلا للمصالح والمفاسد والمقصور عليه والمعكوس عنه كده، لله الحمد والمنة، وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، ليس لاحد فيه يعني شيء، الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هو صاحب الفضل في هذا المقام. يعني تجد ان الامور بتدرس بعنايه، عارفين ليه؟ لان هي في الاصل قائمه على النظر الشرعي، لان الامر مش خاضع لحسابات خاصه بعيدا عن النظر الشرعي، ولا لمعانده او مكابره او محاوله لمجرد اثبات الذات باي طريقه بغض النظر عن اي شيء، لا، ده هو ترتيب المصالح شرعا ماشي ازاي؟ المقاصد الشرعيه ترتيباتها ايه؟ كذا 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 كذا. طب بناء على هذا الترتيب المقاصدي الشرعي احنا بنرتب على الارض اولوياتنا وبنفك الاشتباك والتعارضات من الاشياء وايه؟ وبعضها. وكتير جدا من الاخوه اللي مش بيحسن فهم الحته دي يظن في الدعوه ان هي متعارضه او متناقضه. يعني هضرب لكم امثله. يقول لك يا عم انت كنت مثلا بتقول في فلان ده 219 انها خط احمر. طلعت بعد كده مش قران ولا سنه. صح؟ انت كنت بتقولوا الشرعيه خط احمر وبعد كده قلتوا انتخابات رئاسيه مبكره وبعد كده عزل الراجل اهو وانتوا ايه؟ لا ما هم بيقولوا تعوضتوا بس انا يعني بتكلم مع واحد منطقي ماشي كده؟ يعني بفترض ان هو منطقي يعني في التهم اللي هو ايه؟ بيقولوا عليه. ويفضل ماشي على طول الطريق. انت كنت بتقول عمل سياسي حرام مثلا، وبعدين بتقول عمل سياسي حلال، وده نوع من اتباع الهوى. مثلا يتهمك انك انت كنت بتقول ان دخول المراه البرلمان حرام، ودلوقتي بتقول دخول المراه ايه؟ حلال، مع ان هو مش كده. كويس؟ كنت بتحرم دخول النصارى البرلمان، والنهارده دي كنت ايه؟ بتدخلهم. ويفضل شغال على هذا الايه؟ يضرب على هذا الوتر في محاوله لاظهار جهلا منه او عمدا كمحاوله للتشويه يعني هذا او ذاك، في محاوله لاظهار انك انت انسان تنازلت عن مبدأك وتساهلت في ثوابتك وغير ذلك من الاشياء، وانك انت شخص متناقض مع ذلك. تمام؟ حقيقه الامر مش كده. طبعا ده بالنسبه للصف الداخلي. الصف الخارجي لما يلاقونا مثلا بنقول ان دخول المراه حرام ومع ذلك بندخلها، فيقول لك انت براجماتي، اللي هي الايه؟ الاعلام بقى والعلمانيين والليبراليين والناس دي كده، يقول لك انت ايه؟ انت راجل براجماتي، وان مصلحه الجماعه عندك او مصلحه الحزب عندك بتخليك تتنازل عن مبادئك وثوابتك وزي كده. لا يا اخوانا الموضوع مش كده اطلاقا خالص. الموضوع بتحكمه مبادئ برضه ايه؟ مبادئ شرعيه. وهيظهر الكلام ده بوضوح جدا لو عرفنا مثلا كيفيه تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الاشياء، مع بعض المواقف. اللي هيظهر بوضوح قوي لما نيجي نشوف مثلا فتاوى بعض العلماء المعاصرين، خصوصا الكبار الثلاثه مثلا زي باز والالباني رحمه الله مثلا وايه؟ وامثالهم كده والعسيفين وكده. لما نيجي نشوف الكلام ده هنقدر ندرك ونفهم كويس جدا كيف تحسب هذه الامور عند الايه؟ عند التعارض. هضرب لكم مثال بسيط. النبي عليه الصلاه والسلام مثلا في حديث بول الاعرابي، في حديث ايه؟ بول الاعرابي. بس قبل كده عايز يعني نسال سؤال. السؤال وهو مين اللي علم الصحابه ان البول نجس؟
أو الآدميين هو نجس. التالي مين الأول عند الصحابة المعنى المتعلق بالغيرة إذا انتهكت حرمات الله؟ التالي طيب وهو صلى الله عليه وسلم لما الرجل ده في المسجد قال له دعوا ماشي كده قال لهم ايه دعوا طب هنا دعوني متعارضة مع اللي علمونه صح يعني ده متعارض مع علم طيب هل حكم الدولة تغير كنجاسة الدولة الأدمي؟ لا والدليل على كده انهم قال لهم أريقوا على دوله ذروبا من ماء فدليل على بقاء ليه الدولة الأدمي نجس كما هو الحكم ما تغيرش طب حاشاه صلى الله عليه وسلم هيدهن على حساب الدين برضو لا أمال إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ضد إيه؟ ضد ما علمه الصحابة؟ ليه بيقول لهم بيأمرهم بأمر ضد ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ آه هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ده في حالة اختيار يعني كان عنده رفاهية الاختيار إن الرجل مثلا يقول في الحش أو في الحمام مثلا أو كذا أو يتخلى في صحراء وبين المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تعالوا خلوه يتخلى في المسجد أو دعوه يتخلى في المسجد ده الخيار عند النبي صلى الله عليه وسلم بين ان يكون النجاسه في بقعه محدوده يرق عليها ذنوب من ماء فمطهر او تطهر وبين ان البول او رشوش البول ينتقل لكل مكان في المسجد اذا وزع الرجل زياده على تنجس الايه الثوب والبدن زياده على انه لو احتجس في نفس الانسان وحرمته اعظم حرمه من المسجد لتضرر وتاذى يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين اشياء كلها ضرر ولكن بعضها اشد من ايه اشد من بعض يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين اشياء كلها ضرر وبعضها اشد من بعض اختار صلى الله عليه وسلم الضرر الايه الاقل مفيش حد هنا يظن في نفسه تهمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم باي حال من الاحوال على مقاييس وبلوازم كلام اهل هذا الزمان وخصوصا كثير جدا من المسلمين كمان للعالم الاسلامي للاسف يعني يبقى كده الكلام يحمل تهمه لان هو اي حد بيعمل اي حاجه خلاف النص كده المباشر عنده او الظاهر يبقى دوت عنده كده ايه؟ مضيع بقى للدين وخذل الامه وفرط في الامانه وغير ذلك من ايه؟ من اشياء، لا ده احنا بنقول ان الامر بتضبطه موازين، الموازين ديت ان ما يكونش الامر ان الانسان بيختار اختيار حر او اختيار ايه؟ اختيار مطلق، لا ده الانسان هو فعلا الخيارات بين اضرار متعدده، فهو لابد في هذه الحاله ان هو يختار الضرر الايه؟ الضرر الاقل، لما تيجي تشوف النبي عليه الصلاه والسلام مثلا بيقول رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وايه؟ وقيامه. احنا في الاصل هو الرباط اللي هو بمعنى الجهاد وسد الثغور يعني شرع متعارضا مع القيام والصيام ولا في الاصل الاشياء دي كلها متسقه وغير متعارضه؟ طب هل قد تتعارض الواجبات او المصالح الشرعيه؟ اه والدليل على كده ان النبي عليه الصلاه والسلام فاضل بينها مش هو فاضل بينهم قال ده افضل من ده ماشي كده؟ يبقى اذا طالما فاضل يبقى في حاله التعارض يلجا الى العمل بهذا الايه؟ بهذا التفاضل بس عايزكم تاخدوا في الحسابات عده اشياء أول حاجة الرباط والقيام والصيام من الجانب الآخر دي عبادة ودول كام عبادة؟ عبادتين والرباط لمدة إيه؟ والتدين لمدة إيه؟ شهر ومع ذلك كان أمر الأفضل رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر من القيام الفهم ده مهم جدا ليه؟ لما تيجي تلاقي واحد زي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله راجل قاعد في دمشق في بلد وفي كثير من أهل البلدة بيقاتلوا معاه يعني هم أهل حضر ما لهمش حكم مثلا المسافر او غيره كويس كده وهم في رمضان وبيقاتلوا التتر ومعلوم طبعا التتر هم متوحشه في القتال شيخ الاسلام تاني يعمل ايه؟ يرفع قدح من الماء ويشرب في نهار رمضان ويقول للناس افطروا فانه اقوى لكم على جهاد عدوكم هل ينفع واحد يقول لشيخ الاسلام تاني في الموقف ده يا مفطر في نهار رمضان عمدا يا مرتكب الكبائر ده انت عارف وقاري وعالم ان في على 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 احد الاقوال في مذهب مثلا الحنابله ان ده ممكن يبقى كفر وخروج من المله. حد يقدر يقول شيخ الاسلام كده؟ لا طبعا ليه؟ لان هنا بيقال ان هو ارتكب الحرام او ترك الواجب ليه؟ لعذر. هنا ارتكب الحرام او ترك الواجب ليه؟ لعذر مش مطلقا. وعلشان كده تبص تلاقي اهل العلم او تشوف مثلا حديث النبي عليه الصلاه والسلام من نام انما عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ايه؟ الا ذلك. شوف كده النبي عليه الصلاة والسلام
يتكلم في حق هذا الإنسان اللي هو نام عن صلاة أو إيه؟ أو الإسلام، فليصليها إذا إيه؟ إذا ذكرها. هنا الرجل ده ارتفع عنه الإثم إيه؟ العذر اللي هو إيه؟ الذنوب، النسيان، فهو هنا ترك واجب من الواجبات وفعل في الأصل محرم من المحرمات اللي هو إيه؟ الصلاة خارج الوقت ده محرم، وترك الصلاة لوقتها أو في وقتها ده إيه؟ ترك واجب، مش كده؟ يبقى هنا الراجل دوت ممكن يكون في فعل حرام في ترك ايه؟ واجب، هو صلى الصلاه خارج وقتها وسابها فين؟ في وقتها، ومع ذلك وفعل هذا الشيء عذرا ما فعلوش. عذر، عشان كده مسلم قال لا كفاره لها الا بالله. يبقى اذا ده ايه؟ يكفرها. فيخلينا اخوانا ننتبه ونقول ان الاهميه بمكان ادراك ان المصالح قد تتعرض وان المفاسد قد ايه؟ تتعرض، وهي طريقه الحسابات. بالمثال العملي بقى، حتى في الامثله اللي احنا ذكرناها دي، هاخد مثالين مثلا عشان بس نضيق الوقت. مثال منهم انه تعلق مثلا بمولد 2019، احنا بنرجع ورا شويه بس عشان الصوره تتضح. انا مثلا راجل في وقت من الاوقات عندي عدد من الخيارات. الخيارات ايه هي؟ ان 2019 انا ماسك فيها بقول ده المكتسب اللي انا حصلت عليه مضاف الى الماده الثانيه من الدستور، والعلمانيين والابراهيم من الناحيه الثانيه بيقولوا مفيش حاجه اسمها 2019 اصلا لازم تتلغى. عندي كام خيار؟ خيارين، يا تتلغى يا ايه؟ يا تسلم. يبقى انا طالما عندي خيارين بمسك في ايه؟ بمسك في افضل هذين الايه؟ الخيارين، ما عنديش خيار ثاني. وبالتالي بقول لا دي خط احمر وما ينفعش المساس بيها ومفيش كلام حوالين منها وغير ذلك من الشيء. طيب مع الضغط ها 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 ظهر خيار ثالث. بقيت انا بدل ما اخير بين خيارين بقيت اخير بين كام خيار؟ ثلاث خيارات. كويس كده؟ وهو ان انا هحافظ على مضمون الماده بتاعت الماده 2019 دي بل في نظري وبطريقه اجود لكن من غير كلمة 219. وهو ده نوع النصر اللي الطرف الثاني بيعتبر نفسه ان هو ايه؟ احرزه. انا النهارده في وضع سيء جدا للبلد ككل، وفي نفس الوقت احنا كلنا على المحك، وممكن لو الازمة زادت لابعد من ذلك ممكن كل شيء اصلا ايه؟ ينهار. طب المضمون تحقق. رقم 219 ونفس النصوص والالفاظ اللي كانت موجودة في 219 كالفاظ، هل دي قرآن وسنة؟ وبالتالي فعلا هي مش قرآن وسنة، طالما انا اخذت ما اريد بل وفوق ما اريد كمان، يبقى في الحاله ديت انا مش متمسك بالرقم كرقم وبعين الالفاظ ديت كالفاظ، طالما في الفاظ ثانيه تغني عنها بل وايه؟ وزياده. يبقى هنا احنا لازم ندرك طبيعه الاختيارات اللي احنا مخيرين فيها، وده مهم جدا كجزء من الرؤيه الاصلاحيه بالذات واحنا بنمارس السياسه الشرعيه، لو فاهمين الكلام ده. من القضايا الهامه جدا او المسائل المهمه جدا اللي هي فرع الحقيقه على الكلام اللي احنا اتكلمناه سواي لصلاة الظهر هي مسألة الانتماء. والمفترض انتماء الإنسان لأمته ولدينه وفضل الأمة، ثم بعد كده انتمائه للكيانات والجماعات والطوائف العاملة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المفترض الانتماء دوت يكون انتماء واعي، يكون انتماء قائم على أساس. واللي يميز انتماء عن انتماء هي العلاقة اللي بين الانسان وبين الكيان اللي هو بينتمي اليه. ففي انتماءات بتبقى انتماءات حقيقيه، فبنقول ان الانتماءات بتبقى انواع، في منها بتبقى انتماءات قويه وفي انتماءات ضعيفه، في انتماءات بتبقى انتماء حقيقي وفي انتماء وهمي، في انتماء بيبقى دائم وفي انتماء بيبقى لحظي او عاطفي او ما شابه ذلك من اشياء. اذا درجات انتماء الناس لامتهم ولدينهم وكياناتهم العاملة بالإسلام درجات الانتماء مش درجات واحدة، وبيحصل فيها نوع من التباين كبير جدا. فإحنا يهمنا جدا بيان العلاقة الحقيقية بين المنتمي وبين الجهة اللي بينتمي إليها، لأن بيان العلاقة ديت في غاية الأهمية، وعلى أساس هذه العلاقة ووضوحها وعلاقتها بالشرع على قدر ما يكون الانتماء الحقيقي اللي احنا بنهدف إليه واللي احنا نريد إن احنا نوصل إليه. أنا أستفتح الكلام في النقطة دي احنا ان شاء الله هنختصرها اختصارا، ولعل ان شاء الله في مرة أخرى يبقى عندنا يعني نوع من الوقت أو كده نبقى ندردش مع بعض يعني. بس أنا هختصرها اختصارا وأستهلها بموقف للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين معلوم طبعا اللي حصل، وإحنا مش بصدد يعني ذكر إيه الصورة كلها، لكن في جزء منها حصل نوع من التفرق للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وتشتتوا بعد ما وقعوا في كمين كمن لهم فيه.
لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم انكشف يعني ايه للعدو. الموقف موقف صعب جدا وخطير ونقطة فارقة من النقاط الهامة جدا، لان المفترض هي في وسط تمكين وظهور للمسلمين، فلما تقع كسرة كهذه قد تتحول الى هزيمة، وهم على اعتاب خلاص يعني تحقيق نصر عظيم جدا مؤزر. فهذا في الحقيقة يؤذن بنوع من الخطر الشديد الواسع والعام على مستوى الأمة ككل. النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الموقف لجأ صلى الله عليه وسلم إلى النداء على الصحابة رضي الله عنهم، وأمر العباس رضي الله عنه وأرضاه هو ينادي على الصحابة: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. والنداء دوت كان عجيب جدا وليه أثر وواقع غير طبيعي في نفوس الصحابة، لدرجة إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لمجرد سماع هذا النداء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالراوي بيروي وبيبين وبيصف حال الصحابة ورجوعهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن هم انعطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلوا عليه كانعطاف البقر على ولدها. المشهد ده مهم جدا تحليله. أولا مهم جدا تحليل النداء نفسه، ثم اللي وقع في عند النبي عليه الصلاة والسلام لمواجهة الأزمة، الموقف العصيب. حصل تفرق، والتفرق ده آفة من الآفات بلا شك وضعف لا يمكن معه وصول نوع من النصر. وإن السبيل الوحيد لتحقيق النصر كسبب من أعظم وأهم الأسباب هو أن يجتمع عليه، أن يجتمع المسلمون، وهذا الذي عمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إيه هو الشيء اللي هو ممكن يجمع فعل المسلمين؟ وإيه هو الشيء اللي ممكن إذا ذكر المسلمون به تتحد كلمتهم وتصير يدهم كاليد الواحدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام استعان في الموقف ده على هذا الأمر ولتحقيقه بندائين: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. وهم باختصار شديد جدا بيترجموا لقضيتين من أهم القضايا أو جانبين من أهم الجوانب: جانب العلم وجانب العمل. جانب العلم وجانب العمل. جانب العلم واضح جدا في نداء النبي عليه الصلاة والسلام: يا أصحاب سورة البقرة. معلوم طبعا سورة البقرة، وما لسورة البقرة من فضائل عظيمة جدا، وما فيها من علم غزير، وما تحويه سورة البقرة من تكاليف في سورة أوامر ونواهي وعقائد وأخبار، وما تحويه من قصص، وما فيه من عظات وعبر، إلى غير ذلك من أشياء. الزرقاني رحمه الله بيقول إن النبي عليه السلام كأنه ذكرهم بآيات منها، ومن هذه مثلا الآيات: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ومنها: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، إلى آخر أو غير هذه الآيات. لكن في الجملة هنجد إن سورة البقرة سورة مدنية تربى عليها المهاجرين والأنصار معا، وفيها ما فيها من الأشياء السالفة الذكر اللي إحنا أشرنا إليها. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يجمع هذه الأمة فإنه يذكرها أولا بما بينها وبين هذه الأمة من علاقة وصلة، هي علاقة المنهج، علاقة المنهج، علاقة العلم. يا أصحاب سورة البقرة بتوقظ في النفس ما بين كل إنسان وما بين ما ينتمي إليه. إيه هو نوع العلاقة؟ إيه نوع الرابطة؟ أنت لما بتنتمي لكيان، لما بتنتمي للأمة، بتنتمي على أي أساس؟ هل انتمائك فقط لمجرد سبب التزامك الأول؟ أسباب التزامنا متعددة ومتنوعة. في واحد التزم أو ده أو مثلا نشأ في سكة الدعوة الله سبحانه وتعالى على خلفية إن واحد صاحبه كان ملتحي المسجد اللي جنبنا، مسجد سنية، أي حاجة، موقف عجبه، خطبة أثرت فيه، أي شيء من الأشياء ممكن يبقى هو في الأصل سبب الالتزام. لكن إيه هو الشيء اللي أدى إلى الاستمرار في هذا الطريق؟ إيه هو الشيء اللي أدى إلى البذل الحقيقي في المجال دوت؟ لابد أن هناك شيء ما يختلف تماما على فكرة، يعني في شكله وفي مضمونه، ربما عن السبب اللي هو أدى بالإنسان للسلوك والنضي ابتداء في هذا الايه؟ في هذا الطريق. أعظم وأهم وأولى وأقوى وأوضح هذه الأشياء والأسباب والعلائق هي علاقة الإنسان بانتمائه، في انتمائه يعني عن طريق المنهج ووضوحه، ودي احنا أشرنا إليها، بس لازم هنا نبرزها تحت مسمى الانتماء، لازم نبرزها تحت مسمى الانتماء، لأن ده في الحقيقة بينعكس بعد النظر للانتماء الواسع والانتماء العام، وده أمر مهم جدا بالنسبة لنا، إن لا يعني انتماء الإنسان لكيانه إن هو بينفصل عن انتمائه لأمته أو انتمائه لدينه بالمفهوم الواسع، بل بالعكس احنا انتماءاتنا لكياناتنا العامله بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى هي جزء من انتماءنا للامه، فانتماءنا للامه هو الاصل وهو المظله الاوسع، والفهم ده فهم في غايه الاهميه، والا مع مرور الوقت احنا هنجد نفسنا شيء والمجتمع المسلم شيء اخر، هنجد نفسنا بنتحوصل ربما ضد المجتمع ويبقى كل حرصنا ورغباتنا واهدافنا واهتماماتنا عائده على تحقيق شيء واحد بس. معلش اعذروني في السرعه بس عشان الوقت.
عائدة على شيء واحد فقط هو تحقيق ما يسمى مثلا مصلحة الكيان أو الجماعة أو شبه ذلك من الأشياء. وربما تتحول يعني أو يتحول الكيان إلى درجة من التقديس يتفوق بها على درجة التقديس الإيه؟ المنهج نفسه، بما يضر أصلا بالعملية الإصلاحية وعملية التغيير ككل وما شبه هذا من إيه؟ من الأمور. وبالتالي مهم جدا ويكون واضح عندنا في مفاهيمنا إن قضية الانتماء الحقيقي، وأعني كلمة الحقيقي بمعنى أنه مش انتماء وهمي أو حماسي أو لحظي أو عاطفي أو أي شيء من هذه الأشياء، لا، بقول الانتماء الحقيقي الذي لا يتزلزل صاحبه مع المواقف مهما كان حجم الزلزال، شكل الفتنة، الشيء اللي بيعصف بالكيان أو بالأمة، هو لا يفك ارتباطه لا من الأمة ولا من الكيان الخادم والعامل من أجل تحقيق مصلحة الإيه؟ مصلحة الإسلام. فده معنى في غاية الأهمية ولازم يبقى بارز جدا ولازم يبقى واضح جدا إيه؟ عندنا. الشيء الثاني وهو مسألة العمل، مسألة الإيه؟ العمل. مسألة العمل النبي عليه الصلاة والسلام اختصرها للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في النداء يا أصحاب الإيه؟ الثمرة. المقصود بالثمرة الشجرة التي بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحتها في الحديبية. ومعلوم طبعا أن هذا الموقف كان موقفا عصيبا، موقف يعني المبايعة في صلح الحديبية كان موقف عصيب، معه يكون المسلمون أو لا يكون. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام كأنه ذكرهم شيئا في غاية الأهمية، أنه في يوم من الأيام بذلوا من أجل هذا الدين وتعبوا وتعرقوا وأوريق من دمائهم ما أوريق، وكأنه يذكرهم عليه الصلاة والسلام أنه من بنى يصعب عليه رؤية الهدم. يعني ما ينفعش بعد كل هذا البناء، والبناء يعني خلاص بيشرف على الاكتمال والتمام، نيجي نترك هذا البناء ليهدم. وده فرق ما بين من انتمى انتماء حقيقية قام على العلم ابتداء ثم على العمل في هذا الكيان أو هذا الاتجاه أو في عموم الأمة بهذا العلم، وبين من لم يفهم ابتداء ولم يعمل. الإنسان اللي ما بيعملش ما بيبنيش ما بيتعبش في رؤية البناء وهو بيبنى يعني حجر فوق حجر، الإنسان اللي مش بيسلك هذا المسلك الإنسان ده بيحصل له إيه؟ لما يجي ينظر إلى الهدم ممكن يبقى هو أول المشاركين، هو اسمه في النظر أو في الظاهر إن هو إيه؟ إنسان مصلح، لكن ممكن تلاقيه أول من يهدم، ممكن تلاقيه هو أول من يطلق لسانه بعلم وبدون علم، ممكن تلاقيه هو أول إنسان يسعى في هدم الكائنات العاملة بالإسلام ويوجه سهام النقد إليها ويصب جام النقم عليها، في حين أنه ربما لا يحظى بذلك مثلاً علمانيين وليبراليين وأمثال هؤلاء. ليه؟ لأنه في الحقيقة لم يتعرق العرق المطلوب ولم يتعب التعب المناسب من أجل البناء الحقيقي، فنظراً لأنه لم يتعب فبالتالي هو لا يصعب عليه أي شيء وهو يرى أنه هو بيهدم. فهنا مسألتين في غاية الأهمية أخونا، مسألة العلم والفهم ووضوح المنهج، والمسألة الثانية اللي هي مسألة الإيه؟ مسألة العمل. في ظل المسألتين دول مع بعض الإضافات والضوابط التانية إحنا بننتمي لكياناتنا. في ظل المسألتين دول يعني إحنا بنتكلم في المعنى ده بالمفهوم الواسع اللي هو معنى الانتماء للإيه؟ معنى الانتماء للأمة، وعليه شواهد وعليه أمثلة بس إحنا مش هنطول المقام بكثرة يعني الذكر ليها. في ظل الكلام ده إحنا في عندنا مسألة الانتماء للكيان. أنت النهاردة راجل بتقول إنك عضو دعوة سلفية، راجل منتمي للدعوة السلفية، وأحد العاملين داخل هذه الدعوة، أنت منتمي على أي أساس؟ أنت منتمي على أي أساس؟ ما ينفعش بأي حال من الأحوال إن لما حد يقول لك أنت منتمي أو سبب انتمائك للدعوة إيه؟ إنك تذكر له سبب دخولك الأولي اللي هو أنا كنت ذكرته من شوية مثلا، أصل أنا كنت جنب الجامع اللي كان جنب بيتنا كذا، أو أخ دعاني قال لي كذا، أو شبه ذلك الشيء، لا، اللي بيسألك السؤال ده كأن مراده أنت مستمر ليه مع الكيان ده؟ ليه مستمر مع الكيان ده في حين إن حوالي منه كيانات أخرى؟ ليه أنت مش مع الكيانات التانية دي؟ ليه اخترت هذا الكيان دونا عن غيره من الكيانات الأخرى؟ انت لازم ده اجابته تبقى واضحه في صدرك في نفسك مع نفسك، ولازم تبقى كذلك واضحه وانت بتجيب الناس على هذا السؤال، لان ده هيفرق معاك كتير قوي في قضيه البذل والعطاء. الانسان المتشكك او الغير يعني راسخ وثابت في اجابته وفهمه لهذه المعاني بتجد عنده نوع من الارتباك والاضطراب اثناء الاداء والعمل، وكانه هو متشكك هل دي افضل الطرق اللي اختم بها الاسلام ولا لا، هل هو كده في الطريق السليم ولا لا، كان عنده نوع من الشك او شيء من الاضطراب في مساله الايه، في مساله العمل. ولذلك قلنا لازم انتمائنا للكيان ينصبغ بنفس المعايير اللي احنا بننتمي بها للايه، للامه. لازم هذا من ايه، هذا من ده، مع الفارق المهم جدا ان الكيان ليس بديلا عن الامه، وان الكيان لا يعني كل الامه بل هو جزء منها بيسعى الى اصلاح هذه الايه،
الأمة، وبيعمل مع الأمة مش بيعمل ضد ليه؟ مش بيعمل ضد هذه الأمة. ده فهم لازم يبقى واضح. فبنقول بنفس الطريقة لازم انتمائنا لكياننا اللي احنا بننتمي إليه لازم أولا يبقى قائم على أساس واضح من الفهم للعلم الشرعي. دي مسألة منتهية. يعني ما ينفعش ان احنا انتمائنا يبقى انتماء كده ايه مجمل او مجرد انتماء مثلا كده عام او مشابه. لما تيجي المشاكل واحنا مش فاهمين منهج الكيان اللي انا بنتمي اليه بوضوح ممكن ابص الاقي نفسي ارتبكت، ممكن اشك في الكيان ده نفسه زي ما بيحصل من كتير من ايه من كتير من الاخوه. لكن لو انا عندي فهم بتفصيلي فبلا شك دي هتبقى احد دعائم التثبيت القويه. وعايزين نقول حاجه بعيدا عن انتمائنا في اشخاص، اي كيان من الكيانات علشان يتحقق الانتماء دي لازم يحظر معايير. اي كيان في ذاته يعني في ذاته بعيدا حتى عن مساله انتمائنا دي من عدمه لابد ان هو يحظى في ذاته بايه؟ بمعايير. المعايير دي لما تتوافر يبقى الكيان ده هو اولى بالانتماء ليه من غيره. وانت كل المعايير تكون واضحه عندك حتى لو لم تتكون فيك كشخص لكن انت قادر تشوفها هتقدر تحدد امشي ورا مين لحد ما اكون المعايير دي في نفسي. فمنهم المعيار الاولاني اللي ذكرته ده اللي هو العلم. ولما بنتكلم عن العلم في مقام الدعوه الى الله سبحانه وتعالى في الكيانات العامله بالاسلام مش بنتكلم برضه عن علم مجمل، لا انا بتكلم عن علم تفصيلي. ومش بتكلم على علم حصري على جيل او فئه من اجيال هذا الكيان. ومش بتكلم على مرجعيه في الكيان اسميه المفتي او الشيخ او المسؤول عن الجانب الشرعي وخلاص زي بعض الجامعات والاتجاهات والكيانات. انا بتكلم عن علم يتوارثه اجيال هذا الكيان. يعني صبغه موجوده في الكيان منصبغ بها الاجيال كلهم ظاهر في العلماء فيها في الشيوخ في الدعاء في طلبه العلم هو حاله موجوده وسيله واداه من اهم الادوات والوسائل اللي موجوده جوه الكيان ده. لما يبقى في كيان بيحظى بالدرجه ديت من الاهتمام بالعلم الشرعي والعلم الشرعي فيها بوصله حقيقيه موجهه يعني قبل النظر في اي شيء لابد ان يكون النظر فيها من منظار العلم الايه؟ الشرعي. لما يكون في كيان كده يبقى الكيان دوت اولى بالتبعيه من غيره. يعني لو كنت بقارن بين الكيانات وبعضها وبقول اي كيان اولى بالتبعيه، الكيان ده ولا الكيان ده ولا الكيان ده؟ ابتداء وبادئ ذي بدء لازم المعيار الاولي رقم واحد الاصل اللي بقيس عليه ان انا بنظر لحظ كل كيان من قضيه العلم الشرعي ومقدار تعظيم هذا الكيان لقضيه العلم. فلو لقيت كيان مثلا من الكيانات اخر حظه من العلم ان هو بين الحين والاخر بيتبنى شخصيتين ثلاثه اللي هم دول مرجعياتنا الشرعيه اللي بنرجع ليهم، والسنه اللي بعدها يتبنى اثنين ثلاثه تانيين وهم دول المرجعيه الشرعيه وهلم جره، او الاقي كيان قضيه العلم بالشرع دي اصلا عنده قضيه تثقيفيه ذاتيه يقوم بها الاتباع براحتهم مع نفسيهم، لكن الكيان ككل مش بيفرض على الناس منهج تعليم وبيقبل الناس بالتعليم وبيلزم الناس بهذا الشيء، لا دي قضيه غير الزاميه. فبالتالي تبص تلاقيهم كلهم منضمين لكيان واحد، اهم شيء فيه احترام النظم، اللوائح، القوانين، قواعد الترقي، الجزاءات، الثواب والعقاب، ده اهم شيء ان احنا نحترمه داخل الكيان. لكن مساله العلم متروكه لكل واحد، فبالتالي تلاقي جوه نفس الكيان الواحد اللي منهجه اشعري، وجوه نفس الكيان الواحد اللي منهجه صوفي، وجوه نفس الكيان الواحد اللي افرد الشعب بالسنه، وهكذا، وتلاقي منهم السلف وتلاقي منهم كل حاجه بنفس الطريقه داخل كيان واحد. ليه؟ لان في الحقيقه مفيش صبغه شرعيه علميه واضحه قائمه على اساس الكتاب والسنه في هذا الكيان. فهذا الكيان مهما امتلك من مقومات بقى بشريه، ماليه، كل ما شئت، لكن في النهايه هذا الكيان لا يصح ان الانسان ينقاد لي او ان هو يكون وراه. ليه؟ لان هو ممكن يخيب ويضيع سعي اللي انا بسعى ايه؟ معاه باختصار شديد جدا. فانا قضيتي في الحياه انا عايز اعمل لدين الله وباقصر الطرق وبافضل الصور. فاذا كانت الجماعات العامله على الساحه دي من افضل الطرق يبقى لابد ان انتمي لافضل كيان يمتلك احسن ايه؟ مقومات. ده معيار. المعيار الثاني قدره الكيان دوت على الاحتكاك بالواقع او فهم الواقع ومن غير الدعاء الحصريه فيه، يعني ما بقولش انا فقط اللي ممكن افهم الواقع وانا فقط اللي اقيم الواقع، لكن هو مزاحم في هذا الواقع ومع مزاحمته في الواقع بيحكم عليه مع استصحاب الاصل اللي هو الشرع. فهو بيحكم في الواقع باعتبار النظر الشرعي. لو هو محتك واقعيه وبينظر نظره خاصه به هو او ليه رؤيه خاصه منفصله عن رؤيه الشرع، ولا هو مكتفي بالعلم بالشرع دون الاحتكاك بالواقع، لا ده هو عنده علم بالشرع معرفه به فهم واضح وتفصيلي ليه
وفي نفس الوقت هو اختار المزاحمة في الواقع والمخالطة ليه والصبر على ما فيه من أدران من أجل تغييره. حينما يوجد في الكيان هذا المقوم، موقع مقوم العلم بالشرع ويضاف إلى مقوم العلم بالشرع مقوم الاحتكاك بالواقع، يبقى برضو الكيان بكده فرص الانتماء ليه والثقة فيه والطمأنينة إليه بتزيد. لما يضاف لهذا وذاك القدرة على حسابات المصالح والمفاسد، فنقول لما بنضيف على الشيء دوت قدرة الكيان دوت على حسابات المصالح والمفاسد في بالطريقة اللي احنا يمكن أشرنا إليها على سبيل البحث السريع في وسط الكلام قبل الظهر يعني، فيبقى أنا عندي كيان، الكيان دوت يمتلك المقاوم الشرعي يضاف إليه الاحتكاك بالواقع، عنده أدوات لحسابات الأمور الواقعية دي القائمة على النظر في المصالح والمفاسد، ويراعي هو بيحسب المصالح والمفاسد النظر إلى مآلات الأمور بس كده، وبيحدد لي مع مآلات الأمور دي والنظر في الواقع ده ترتيب الواجبات، إيه هو أوجب الأشياء وأولى الأشياء في الواقع اللي أنا محتاج بيه. لما في عندي كيان بيحظى بهذه المنظومة من العلم والمعرفة بالواقع والاحتكاك بيه والنظر في المصالح والمفاسد والنظر إلى مآلات الأمور وترتيب واجبات الوقت بحيث أنه يحدد أولى الواجبات للعمل بها واستثمار طاقة العاملين جوا الكيان فيها، لما يكون عندي كيان بالشكل ده الكيان ده وباختصار شديد هو أولى الكيانات بالانتماء والعمل. وبالتالي لو أفترض لو أنا عندي كيان الدعوة السلفية وعندي كيان تاني في مقاوم العلم والاحتكاك ومقاوم النظر في المصالح والمفاسد أقوى منه وأفضل منه وأحسن منه بشكل ده، هو أولى بالانتماء والخدمة من خلاله من كيان الدعوة السلفية. لما يكون عندي كيان تاني الكيان دوت بيمتلك بقى مقوم العمل مثلا زي ما قلت لكم المورد البشري والمورد المالي والنظم واللوائح المرتبه مثلا لطبيعه الافراد وحركتهم وسلوكهم وكل ما يتعلق بالمساله دي من الامور، بيمتلك ما يمتلك لكن بيفتقر للجوانب الاساسيه الاوليه اللي احنا ذكرناها دي، فدوت في الحقيقه انا لا اثق ولا اطمئن ان انا اتبعه. لما يجي يحكم على الامور هيحكم بايه؟ هو جهد الشرع. لما يجي يحسب حسابات المصالح والمفاسد، ما الكل بيدعي ان هو بيحسب حسابات المصالح والمفاسد، لكن هيحكم بحسابات المصالح والمفاسد ديت في الواقع اللي هو بيعيش فيه، بأي ميزان؟ هل بميزان الشرع ولا بميزان المصالح الثورية المستمدة من صربيا وفنزويلا والتجربة مش عارف المكسيكية والتجربة الروسية والتجربة مش عارف ايه؟ هيحكم بأي ميزان؟ فبالتالي هنا يا اخوانا لازم نفترض ان في اصول ما موجودة في أي كيان على أساس هذه الأصول أنا بنتبه، ولو تلاحظوا كل الجوانب اللي ذكرتها دي هي فرع وأجزاء من الرؤية الإصلاحية اللي احنا ذكرناها قبل كده، وعلشان كده فهمنا الرؤية الإصلاحية اللي احنا ذكرناها قبل كده ليه ارتباط وثيق جدا بقضية الانتماء بتاعنا للكيان اللي احنا بنعمل من خلاله. ولعل الفهم ده والمعايير دي ووضوحها بشدة في نظرنا جميعا هو اللي ممكن يصبرنا على بعض الأخطاء أو الخلل، مش صبرنا بمعنى ان احنا نهملها او نغض الطرف عنها، لكن صبرنا على ان احنا ناخذ الوقت الطبيعي في حل مشاكلنا. فعندنا مش عارف ضعف في ايه طب نقويه، عندنا نقص في ايه طب نسعى في تكميله، عندنا ثغره مش عارف ايه طب نسدها، وهلوم جره لان انا ما عنديش بديل، ما عنديش سفينه ايه اخرى ان انا ممكن انقذ من هذه السفينه الى السفينه الايه الى السفينه الاخرى. طب اختصار شديد جدا يا اخوانا، مقاوم الانتماء كارتباط باعتبار النظر الى الرؤيه الاصلاحيه ككل، وان مقاوم الانتماء ده لابد ان هو ينصبغ بنفس الصبغه المتعلقه بالرؤيه الاصلاحيه اللي بتخليني يعني انتمي لعموم الامه وانتمي ابي لعموم الامه لايه؟ لدين الله سبحانه وتعالى. النقطه الاخيره احنا في معوقات كده فاضل قد ايه وقت؟ خمسه كده؟ فاضل خمسه؟ ماشي. النقطه الاخيره في عندنا معوقات وقدر من التحديات في الحقيقة قد يحول أو مش قد يحول إذا لم ننتبه وإذا لم نتعرف على الرؤية الإصلاحية وعلى شكل الانتماء بتاعنا اللي احنا مفترض بننتمي له تعرف جيد، ممكن تتحول إلى معوقات حقيقية موجودة على إيه؟ موجودة على الأرض. احنا المعوقات دي لابد إن احنا ننتبه إليها، وهي معوقات قديمة حديثة كويس كده؟ وهي شغالة على طول الزمان في الصراع الدائر بين الحق والباطل، ومن الأهمية بالمكان إن إحنا يبقى عندنا انتباه ليها علشان نعرف إزاي نقاومها وإزاي نواجهها، وإحنا مش هنأتي ببدعة من القول بنفس الأشياء اللي إحنا تكلمنا بيها، هتكون سبل وطرق الإيه؟ وطرق المواجهة. أحد يعني التحديات اللي بتقابلنا بصورة واضحة جدا
هي محاولات استدراج أعداء الإسلام وخصوم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والمخالفين لمنهجها، استدراج الدعوة بأبنائها إلى مساحة التنازل عن مبادئها وعن ثوابتها وعن عقيدتها وعن فهمها لدينها. ده أحد العقبات الشديدة جدا. وللعلم كمية المحاولات وكمية الممارسات وحجم الترويض اللي حاولوا إن الدعوة من خلاله إن هي تتنازل عن شيء من ده من قبل الثورة بكتير جدا، ربما بوجود الدعوة في مقدمة الصحوة، ولكن يمكن كانت بارزة أول بصورة واضحة لأن هي فجرت إعلاميا كمان، كانت من بعد الثورة أكتر، كان حجم كبير جدا وهائل. ولا يخفى عليكم طبعا الاختبارات بتاعة العري والاختبارات بتاعة الخمور وحكمها والربا وحكمه والتماثيل وتغطيتها وحكمنا ورؤيتنا بموضوع السياحة وغيرها من الأشياء. الحاجات دي كلها كان الغرض الأساسي منها هو سحب الدعوة لمساحة أخرى جديدة في نظرهم يمكن من خلالها فتح قناة للتعاون أو التعامل أو استخدام الدعوة بمعنى أصح فيما لا يخدم يعني مصلحة الإسلام ولا يخدم مصلحة المسلمين. والأمر ده بوريس يعني قديما قبل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه عرض عليه الصلاة أن يتنازل عن شيء من الدين في مقابل هم يتنازلوا برضو عن شيء من الدين. وربنا سبحانه وتعالى قال وَأَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا. فمن أهم الأشياء عند الأعداء باستمرار هي عقبة التحدي اللي هم بيضعوها أمامنا يعني هي التنازل عن مبادئنا وفهمنا لديننا. ولذلك إخواننا إحنا بنفرق في المسار اللي إحنا بنسعى فيه بين بيان الحق كاملا بلا نقص أو تشويه أو أي درجة من درجة الخيانة فيه. ولو والله ذات المقام كنا ذكرنا لكم مواقف من الدعوة مشرفة في الحقيقة يعني في هذا الإيه؟ في هذا الأمر، لكن يكفي الإجمال لأن الإخوة كده كده محتكة ومنقطعة. فبنقول إن حق يعني إن إحنا كدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بنفرق بين أمرين، بين خطابنا اللي بيوافق خطاب الشرع وبين ما قد نفعله اضطرارا على الأرض مما يخالف هذا الإيه؟ الخطاب، والفرق بينهم في غاية الأهمية. وبيان كل واحد منهم على حدة برضه في غاية الايه؟ الأهمية. فدي عقبة من عقبات وتحدي من التحديات أساسه وروح المنهج والتمسك به. زي ما ربنا قال والذين يمسكون بالكتاب. يمسكون بالايه؟ وأقاموا الصلاة إلا لم يضيعوا أجر الايه؟ المصلحين. إلا لم يضيعوا أجر الايه؟ المصلحين. الحاجة الثانية أو يعني المعوق الثاني اللي بيقابلنا هو استدراج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، محاولة استدراج العمل الإسلامي إلى صور من الاستفزاز يؤدي إلى نوعية من الصدام المبكر الغير محسوب والغير معد ليه إعداد جيد، وبالتالي يؤدي في النهاية إلى الإيه؟ إلى الاستئصال وإلى الاصطلاب. والحمد لله رب العالمين الدعوة هناك واضح جدا، خصوصا إن الدعوة عندنا عاملة في مجتمع مسلم قد تكثر فيه المعاصي المنكرات التي قد تصل إلى حد الشرك حتى بالله سبحانه وتعالى، لكن في النهاية المجتمع دوت مجتمع مسلم، وبالتالي خيار الصدام معاه خيار غير مرغوب فيه وخيار غير مطلوب، بل هو خيار منهي عنه أصالة. ولذلك الحمد لله رب العالمين الدعوة لم تستفز ولم تجر إلى مساحة من الصدام مع المجتمع أو حتى القائمين على هذا المجتمع كحكومات وأمثاله، لأن دوت بيؤدي إلى مفاسد أضعاف الإيه؟ أضعاف المصالح. فدي عقبة من العقبات اللي احنا مفترض ننتبه إليها في إطار الرؤية الإصلاحية، هنعرف ننتبه إليها في غياب الرؤية الإصلاحية مش هننتبه إليها، وممكن يبقى شأننا شأن كتير جدا من الجماعات والكيانات اللي استدرجت وذهبت أدراج الرياح بسبب عدم الانتباه لمثل هذه الايه؟ لمثل هذه العوائق. الصورة الثالثة أو أحد العوائق برضو اللي هو العائق الثالث اللي هو احنا كدعوة في نظر الآخر اللي هو معادي لينا أو مخالف أو مخاصم أو كده احنا في نظره ما نجحناش في الاختبار الاول والثاني، او هو فشل معانا بمعنى صح ولا ما نجحش معانا وفشل معانا في الاختبار الاول والثاني، ان احنا نختار واحده من الاثنين الاولانيين، ان احنا نختار التنازل عن ثوابت المنهج او عن عقائدنا ومبادئنا ونداهن على حساب الدين، فهو ما نجحش معانا في ان هو وصل للمرحله دي. والحاجه الثانيه ان هو ما نجحش ان يدخلنا في محرقه كامله او مهلكه عامه نهلك فيها كل اتباعنا وابنائنا ونضيع فيها الكيان بتاعنا وكده. فكان الخيار الثالث بالنسبه له ان هو يفرض علينا صوره اخرى وهي محاوله اتهامنا وتشويهنا باستمرار لابعاد الناس عننا وتصدير صوره عكسيه عن حقيقه امرنا، زي مثلا على سبيل المثال محاوله الدعوشه المستمره للدعوه السلفيه، محاوله دائمه مستمره وعلى طول باستمرار، هو عارف انك انت صادق امين يطلع يقول لك عليك كاذب ويطلع يقول عليك خائن ويطلع يقول عليك ساحر ويطلع يقول عليك كاهن كما كان يفعل مع النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي حقيقة الأمر هم يعلمون أنهم كاذبون فيما يتكلمون إيه؟ فيما يتكلمون فيه. فده عائق من العوائق اللي لابد أن ننتبه إليها. هختم بالعائق الأخير ده. كل واحد من دولت اللي أنا بقوله فعل شواهد بقدر من الأدلة لأمثلة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فهم الحاجات دي يا أخوانا والتوسع فيها مفيد جدا لينا وإحنا بنسير في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبيعمل لنا حصارة وبيعمل لنا نوع من البصيرة في تجلية الأمور وظهورها على إيه؟ حقيقتها. خلاص كده؟ ماشي ماشي ماشي. الأخير ديت النقطة الأخيرة يعني اللي هي متعلقة بإيه؟ اللي هي متعلقة بمحاولة أعداء الإسلام باستمرار تفجير الوضع منين؟ من الداخل، بزرع المخالفين جوانا أو إن يدب روح الإيه؟ الفرقة. أنا بعتذر يعني طبعا أنا اتكلمت في وجود الشيخ، الشيخ أتمنى يكون سامعني يعني، والإخوة هم اللي أغروني بذلك يعني، وأسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يعني ينفعنا بما قلنا وسمعنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.